بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية، أكيد في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النص الأول من حلقتنا بمجموعة من الأخبار، والنص الثاني بتبقى فقرة حوارية. بس الحقيقة قبل ما أقدم الفقرة الحوارية لازم يعني في مقدمة عايز أشرحها للسادة المشاهدين، عشان في بعض المفاهيم اللي أغلب السادة المشاهدين ممكن ما يكونش عارفها. الرياضة أو عامة النشاط الرياضي بينقسم لثلاث فروع. الفرع الأول هو الأصحاء، اللي هو الدوري كرة السلة، دوري كرة الطائرة رجال وسيدات، كأس العالم رجال يد، كل الألعاب الأصحاء دول نشاط، وده وضع طبيعي يكون الأكثر والأكبر لأن دول النسبة الأكبر يعني. الفرع الثاني هو البارالمبي. البارالمبي بيبقى بشكل كبير بيبقى من الأصحاء ولكن عنده إعاقة جسدية، يبقى النشاط البارالمبي هو النشاط الثاني. طبعا الأسوياء اللي في الأول أو الأصحاء ليهم لجنة أولمبية، اللجنة الأولمبية المصرية طبعا برئاسة المهندس هشام حطب، ده الفرع الأول. الفرع الثاني زي ما قلت لحضراتكم وهو البارالمبي أصحاب الإعاقة البدنية، وعلى فكرة بتبقى درجات. يعني مثلا شخص او يعني طفل من الاصحاء عادي جدا وتعرض لحادثه مثلا، فحصل مثلا بعد الشر يعني بتر باحد يعني اطرافه، مثلا حد ولد وتعرض لشلل اطفال. يمكن الاجيال الجديده الحمد لله مصر اختفى منها بشكل كبير مرض شلل الاطفال، ولكن ممكن في الاجيال القديمه كان موجود شلل الاطفال. حد عنده طرف اطول من طرف، حد عنده مثلا شده في كتفه عملت دراعه مثلا بشكل معين، ده بيبقى من الأصحاء ولكن تعرض لإعاقة بدنية، وبالمناسبة بتبقى درجات. يعني اللي عنده مثلا زي حمادته مثلا في تنس الطاولة، ما عندوش ولد من غير طرفين ولكن بيلعب تنس الطاولة ببقه، وشفناه وكان ضيفنا في قناة النادي الأهلي وأحد الأهلاوية الكبار يعني. فإذا النشاط البارالمبي بيبقى إعاقة بدنية. هنروح للنشاط الثالث عشان كثير من السادة المشاهدين الحقيقة كان بيسألنا، كنا عايزين نتوقف على ده عشان نشرحه. النشاط الثالث وهو الأولمبيات الخاصة. الأولمبيات الخاصة دي عبارة عن برضو أشخاص ولكن عندهم إعاقة ذهنية. يعني ولد عنده تأخر شوية في عمره الذهني، عنده بعض المشاكل ذهنية، وبرضو بيبقى درجات. وده بيتبع للأولمبيات الخاص. بالمناسبة طبعا الأولمبيات الخاص هو منظمة بتدير هذا الموضوع وهدفها هو الدمج. دمج يعني إيه؟ يعني الطفل اللي عنده إعاقة ذهنية لابد من دمجه مع المجتمع من خلال بوابتنا الرياضة. كان زمان أي أب أو أي أم بيكون عندهم مشكلة إن بيتولد لهم طفل كده، بيبتدوا يخافوا عليه، يحطوه في البيت، يعني ما يعرضهوش للمجتمع، بيخافوا عليه يتعامل أو حد يتنمر عليه. النهاردة الدولة المصرية الحقيقة وفرت الأولمبيات الخاصة دي عشان ندمج ولادنا وإخواتنا أصحاب الهمم من الإعاقات الذهنية جوه المجتمع. وبالمناسبة بيبقى تابع لوزارتين، وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن، وده وضع طبيعي جدا لأنه ليه شق بعد اجتماعي وليه بعد رياضي، فهنا أنت محتاج الوزارتين بكل أدواتهم وأذرعهم المنتشرة على يعني جمهورية مصر العربية كلها عشان ندمج هؤلاء الأبطال أصحاب الهمم جوه المجتمع. طيب المقدمة دي أنا بقولها ليه؟ قلت الثلاث فروع لأن إحنا الحمد لله رب العالمين في خلال برنامج الأبطال كان دايما ضيوفنا من الثلاث فروع، الأصحاء دايما والبارالمبي اللي بيتبع للجنة البارالمبية المصرية، وده ليهم طبعا البارالمبية بتبقى دايما بتتعمل مع الأولمبي، يعني باريس 2024 في البارالمبي برضو 2024 في باريس. الأولمبيات الخاصة كان الأولمبيات بتاعتهم في برلين شهر 6 اللي فات، وإحنا جبنا أخبار كتير عنها واسمها الألعاب العالمية، هي البطولة بتبقى اسمها الألعاب العالمية، وكان ليها بطولة عالم في برلين وشارك فيها عدد دول كبيرة جدا، وشاركت مصر ببعثة، شاركت فيها مصر ببعثة كبيرة وحققنا فيها رقم خيالي من الميداليات. والحقيقة للأسف مش هتلاقي برامج كتير تكلمك عن ده، بس هنا دورنا كبرنامج الأبطال بالرغم ان ممكن يكونوا اللعيبة الأبطال دول مش في النادي الأهلي ومش لعيبه في النادي الاهلي، ولكن دول لعيبه مثلت مصر واولادنا واخواتنا ليهم مكان معانا هنا عشان برنامجنا وبرنامج الابطال، ايا إن كان انتمائه وايا إن كان هو بيحب نادي ايه او بيشجع نادي ايه، ولكن هو في الاخر مثل مصر وجاب ميداليه لمصر. 49 ميداليه مصر حققتهم
في الأولمبيات العالمية دي في شهر 6، فالنهاردة بنستضيف مجموعة من هؤلاء الأبطال. مين بنستضيفه؟ بنستضيف باسم التهامي. باسم التهامي هو المدير التنفيذي للأولمبيات الخاصة المصرية، وكان رئيس البعثة المصرية في برلين اللي حصدت 49 ميدالية. خلي بالكم احنا في الأصحاء خدنا 6 ميداليات، 5 ميداليات، 7 ميداليات، يوم ما بيبقى الدنيا كده، النهارده 49 ميدالية. أنا عايز أوريكم أن الإعاقة عمرها ما كانت إعاقة ذهن أو إعاقة بدن، الإعاقة بتبقى هنا، أنت قادر ولا مش قادر، عايز ولا مش عايز. طيب مين تاني؟ بنستضيف الكابتن بهاء الدين محمد، المدير الفني لفريق الدراجات في الأولمبيات الخاص، هيكون معانا وضيفنا النهارده. هيكون معانا أحد اللاعبين اللي حقق ميدالية فضية في الدراجات، حقق مجموعة من المراكز، بس هو أحسن مركز حققه هو الميدالية الفضية في الدراجات، 5 كيلو على ما أتذكر أو 2 كيلو على ما أتذكر بالدراجات، حقق فضة على مستوى العالم، اسمه حسام شعبان. هيكونوا الثلاثة معانا النهاردة، هنكلمكم أكتر بالتفصيل عن نشاط الأولمبيات الخاص في مصر. ولو حد شايفنا من أولياء الأمور اللي عنده بطل، أنا هقول بطل بقى، من أصحاب الهمم الأولمبيات الخاص ذوي الإعاقة الذهنية، هنقول له يعمل إيه النهاردة، وهنقول له يروح فين ويتوجه لمين، ويدمج ابنه فلزة كبده إزاي في المجتمع عشان يبقى بطل يمثل مصر وياخد ميدالية كبيرة ويبقى ضيفنا في يوم من الأيام. هنتكلم في كل ده مع ضيوف النهاردة. حلقة مهمة، حلقة بتخاطب فئة كبيرة جدا، يعني من الأبهات والأمهات في كل المحافظات. النهاردة وزارة التضامن الحتة اللي مش هتوصل لها وزارة الشباب والرياضة، أكيد هتلاقي وزارة التضامن واصلة لها. النهاردة في وزارتين كبار لخدمة الشباب النهاردة بيرعوا هذا النشاط في مصر. هنتكلم فيه في فقرتنا الحوارية، كان لازم المقدمة دي عشان السادة المشاهدين يعرفوا احنا هنتكلم عن ايه ويتابعونا في الفقرة الحوارية. خلينا نرجع لأخبارنا. هنبتدي بكرة اليد عندنا في النادي الأهلي. طبعا كرة اليد الموسم اللي فات عملت موسم ناجح بكل المقاييس. مستر ديفيد ديفيس المدير الفني الأسباني اللي منذ قدومه حط الرتوش النهائية، وشفنا فرقتنا الحقيقة من مباراة لمباراة بتتقدم والشكل بيكون أحسن، حتى في وقت خسارتنا لا فرقتنا بتبقى متماسكة بشكل جيد. مجموعة من الشباب حط رتوش. النهارده النادي الاهلي ما اكتفاش بالموسم اللي فات، هنا النادي الاهلي وده عظمه النادي الاهلي، النادي الاهلي مكمل في دعمه للفرق الرياضيه. مستر ديفيد ديفيس طلب معسكر في اوروبا استعدادا للموسم الجديد، والموسم الجديد الحقيقه ما اطوله، طويل جدا، وهنبتدي طبعا ببطوله العالم في المملكه، قبلها هيبقى في ماتشات هنا في محليه، ولكن بعد كده اهم بطوله هتقابلنا بطوله العالم اللي هتكون في المملكة العربية السعودية، اللي هتكون غالبا في مدينة الدمام، الحقيقة اللي أنا بحبها جدا واللي بتقع على البحر، ومن يعني من أكتر المدن السعودية الحقيقة اللي بحبها الدمام جدا. طيب المعسكر عبارة عن إيه؟ هيبقى في البوسنة، هنروح نلعب مباراة، وبعد كده هيبقى، خليني أقول لكم، طيب خليني أقول لكم التفاصيل بتاعة المعسكر عشان حضراتكم تعرفوا الفريق الأول هيعمل إيه. الفريق الأول طبعا بقيادة مستر ديفيد ديفيدز وصل امبارح لسلوفينيا عشان هيلعب ماتش وده هناك، وماتش واحد قبل ما يسافر على البوسنة عشان هيشارك في البطولة، بطولة كأس الأبطال الدولية واللي لعبها السنة اللي فاتت النادي الأهلي، هتتلعب يوم الثلاث اللي جاي، يعني هيلعب ماتش في سلوفينيا وبعد كده هيروح البوسنة عشان يلعب البطولة الدولية اللي هيشارك في البطولة دي. وأول ماتش ليه هيكون قدام نادي يورو فارم المقدوني، وده أحد أقوى الأندية الأوروبية، وهيبقى يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس اللي احنا فيه. قائمة النادي الأهلي بقى المشاركة في المعسكر الخارجي 18 لاعب، هم مين؟ حراسة المرمى عبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم. طيب حميد أخباره إيه؟ حميد ماشي في البرنامج العلاجي بتاعه بعد إصابته في رباط الصليبي، وإن شاء الله إن شاء الله قريب نشوفه في الملعب. ظهير أيسر عبد الرحمن فيصل ومحمد مجدي ونبيل شريف. الدايرة إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جده، صانع العاب أحمد راضي، أحمد خيري، ظهير أيمن، محسن رمضان، محمد لاشين، الحمد لله على السلامة لاشين. جناح أيسر أحمد هشام سيسة، عبد العزيز إيهاب، زيزو، اسلام راضي، جناح ايمن، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي دحروج اللي عملوا موسم تاريخي السنه اللي فاتت. طبعا ده عقب التتويج الافريقي في صاله النادي الاهلي، شفنا علي زين طبعا احد نجومنا اللي كان موجود واتصاب للاسف في مباراته في البدايه وما لعبش معانا بطوله افريقيا، ولكن طبعا ده دعم النادي الاهلي، النادي الاهلي واقف ورا فرقته. بنفس الكلام مستر ديفيد ديفيدز شغال بكل جد بيرتب للموسم الجديد، نتمنى إن شاء الله الموسم الجديد العلامة الكاملة في كل البطولات، ويستطيع هذا الفريق صغير السن أنه يحصد البطولات إن شاء الله بإذنك يا رب محلية
وإقليمية وقارية بإذن الله. طيب هنروح لناشئي كرة اليد مواليد 2004 واللي بيلعبوا كأس العالم دلوقتي في كرواتيا. طبعا منتخبنا تصدر مجموعته، الحقيقة الموضوع ده مهم جدا ان انت تصدر مجموعتك في التصفيات كأس العالم، ده بيريحك في المشوار بشكل كبير جدا. طب خلينا استعرض مع حضراتكم مباراتنا كانت شكلها ايه وفوزنا ازاي. اول مباراة كانت مع اليابان وفوزنا بنتيجة 40-32، وبعدين فزنا على التشيك بنتيجة 28-22، وبعدين قدرنا نفوز على منتخب ايسلندا العنيد 33-30 وتصدرنا المجموعة. في ثلاثي النادي الاهلي بيشارك وبيشارك بشكل يعني مكثف مع الفريق، وهم محمد صلاح صانع العاب وبلال ابراهيم وينج ليفت ومعاذ عزب لاعب دايره. طيب هنطلع نلعب مين؟ هنطلع نلعب ماتشين في التصفيات الثانيه. انت بتلعب مجموعتك بتطلع تاني على الدور ال 16، بيبقى عندك مباريتين، هنلعب البرازيل بكره ان شاء الله، وعندنا مباراه اسبانيا ماتش قوي جدا بعد بكره، ده الدور الرئيسي. مباراتنا ان شاء الله مع البرازيل باذن الله نكسب، ولكن مباراتنا مع اسبانيا احد عظماء اللعبه في العالم، لو كسبنا البرازيل ضمننا التأهل لدور الثمانية، لأن تكفيك فوز واحد، لأن أنت طالع بالعلامة الكاملة من مجموعتك، بتطلع بنقاطك فأنت تأهلت بأربع نقاط. فإذا الموضوع بالنسبة لك تحتاج ماتش واحد اللي هو البرازيل بكرة إن شاء الله، تكسب البرازيل تخش على أسبانيا، ربنا يوفقنا في أسبانيا. طب مكسب أسبانيا مهم إيه؟ أنت كده كده هتتأهل بعد البرازيل، ولكن ماتش أسبانيا مهم عشان طريقك بعد كده ما تصطدمش في دور الثمانية بأحد الكبار، وحتى في السيمي فاينال تاخد الفرقة الحنينة ده ان شاء الله اذا عديت دور الثمانيه. طب مين بيقود هذا المنتخب؟ وائل عبد العاطي نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر هو المدير الفني، والحقيقه طبعا معاهم هناك العظيم طبعا كابتن الالفي محمد الالفي موجود مع الجهاز هناك كمشرف على المنتخبات القوميه، والراجل ده الحقيقه كان ضيفنا في كثير من الاوقات، وموسوعه مش بس تاريخ ولكن حاضر ومستقبل، رجل بمعنى الكلمه في التخطيط. فوجود كابتن محمد الالفي الحقيقه بيطمننا احنا كمحبين لكرة اليد وعشاق كرة اليد، بيطمننا كابتن محمد الألفي هو الأمان، هو الفنيات، هو حب اللعيبة ليه. كابتن محمد الألفي خرج نجوم، يعني أنا مش عايز أقول لكم كم من النجوم اللي حتى ما وقفش في طريقهم، يعني كان اللعيب بيلعب معاه في اليوبلس بيبقى كويس بيقول له يلا توكل على الله اطلع أشوفك، يحيى الدرع وسيف الدرع أولاده، يعني قصدي أقول لكم إنه خرج نجوم كبار ولسه وما زال وليه وجهة نظر في اللعيب، بيقول له أنت ناقصك كذا اعملها وهتبقى لعيب سوبر. ربنا يديك الصحة يا كابتن محمد الألفي، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه البطولة كمشرف على المنتخبات، وأكيد بنتمنى للجهاز الفني بقيادة كابتن وائل عبد العاطي. هنروح للخبر اللي بعد كده لمنتخب الكرة الطائرة، الحقيقة اللي بيخوض طبعا بطولة أفريقيا، وشهد طبعا تغييرات كبيرة جدا فنية، وشهد رجوع لعيبة كانت بتعزف بشكل كبير عن دخول المنتخبات، ولكن وجود المدير الفني الإيطالي فلافيو على رأس المنتخب أو رأس الجهاز الفني شجع الكثير من اللاعبين وعلى رأسهم أحمد صلاح نجمنا والأسطورة الكبيرة برجوعه وقبوله مرة أخرى دعوة المنتخب والعودة مرة أخرى لصفوف المنتخب. احنا وحشنا شكل أحمد صلاح وصورته بتيشيرت المنتخب، والمناسبة هي نزلت في الفوتو سيشن أو جلسة التصوير للاتحاد، وحشنا أحمد صلاح بتيشيرت أو بقميص منتخب مصر. طيب الفريق هيعمل ايه الفتره الجايه؟ اعلن قائمه الفريق اللي هيسافر عشان يشارك في معسكر اوروبي كالعاده، لان طبعا اوروبا يعني من الدول الكبيره. فين؟ بالمصادفه في سلوفينيا، نفس البلد اللي هيستهل بيها مشواره او رحلته من فريق كره اليد في النادي الاهلي، وهيروح سلوفينيا وتركيا ومقدونيا، وده في الفتره من 4-21، هياخدوا لفه كده طبعا فوتو سيشن لسه بقوله اهو. فده هيبقى في الفتره من 4-21 اغسطس. القائمة المبدئية ضمت سبع لعيبة من النادي الأهلي على رأسهم كابتن المنتخب أحمد صلاح، ومعاه كل من حسام يوسف صانع العاب، محمد عصام، عبد الرحمن الحسيني، محمد أبو محسن، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان. المعسكر الأوروبي ده هيبقى في ثلاث دول زي ما قلت لحضراتكم، سلوفينيا وتركيا ومقدونيا، مربع واحد، ومستمر لحد يوم 21 أغسطس اللي احنا فيه. المنتخب هيلعب ماتشات ودية مع منتخبات سلوفينيا وتركيا ومقدونيا كإعداد قوي قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية اللي جاية، واللي هتستضيفها مصر في الفترة من 1-14 سبتمبر اللي جاي بإذن الله. طبعا البطولة على أرضك، آخر بطولة يمكن كانت على أرضنا تونس فازت بيها، فأنت مهم جدا النهاردة أن أنت تركز أنت أحسن بعودة اللعيبة بالإعداد بوجود مدير الفني الإيطالي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى عودة يعني كأس أفريقيا مرة تاني لمكانه المفضل مصر، وعودة الكرة الطائرة. النهاردة منتخب الشباب الخبر جاي معانا اهو، منتخب الناشئين عامل ملحمة كبيرة في كأس العالم، هو ده الطبيعي للكرة الطائرة، كانت من يعني كانت تيجي كرة اليد في النتائج وراها الكرة الطائرة،
يمكن كره السله بتبقى بعيده شويه طبعا لارتفاع المستويات، والحقيقه كان بيبقى برضو ضعف الاعداد هنا وحاجات كتيره، ولكن الاتحاد يعني النهارده اتحاد كره السله لا خد خطوات كويسه. نتمنى نشوف شكل مختلف في كاس العالم القادم للفريق الاول لكره السله زي ما شفنا اليد وبنشوف الكره الطائره. نروح للخبر اللي بعد كده. منتخب طبعا ناشئ الكره الطائره ضمن الصعود الى ثمن نهائي مونديال كاس العالم للكره الطائره اللي بيتلعب في الارجنتين. الحقيقه عاملين احنا ملحمه، عاملين نتائج كويسه جدا، وخلينا استعرض معاكم مشوار المنتخب في الفتره اللي فاتت ونشوف مين الثنائي اللي مكسر الدنيا من النادي الاهلي مع هذا المنتخب. منتخبنا الوطني الناشئين الكره الطائره تحت 19 سنه بقياده مدير الفني كابتن احمد سمير قدر انه يصعد للدور الثاني من بطوله العالم واللي بتتلعب في الارجنتين في الفتره من 2 ل 11 اغسطس اللي احنا فيه. منتخبنا كان ضمن الصعود بعد فوزه امبارح على منتخب كوستاريكا بنتيجه 3-0، عشان ده يكون الفوز الثاني ليه بعد ما كسبنا صربيا رابع اوروبا. ايوه اللي حضراتكم سمعتوه ده صح، مصر كسبت رابع اوروبا في اول ماتش بنتيجه 3-1، وبعد كده منتخبنا كان خسر في الجوله الثانيه قدام منتخب امريكا مرشح للفوز بالبطوله 3-0، وعملوا ماتش كويس يعني النتيجه كانت كويسه 3-0 بس ما كنا قريبين. وهنلعب فجر الاثنين مع منتخب الارجنتين صاحب الارض والجمهور ان شاء الله في دور ال 16، نتمنى ان شاء الله الفوز، مش صعبه ولكن الارجنتين طبعا صاحبه الارض والجمهور. المنتخب بيضم اثنين لعيبه مكسرين الدنيا، حمزه الصافي وشريف محمد، الاثنين موجودين من النادي الاهلي وعاملين ملحمه كبيره جدا. حمزه الصافي وشريف محمد مكسرين الدنيا، بتهيألي حمزه الصافي ابن حمدي الصافي صح يا جماعه؟ تمام، حمزه الصافي وشريف محمد هما الاثنين اللي بيمثلوا طبعا النادي الاهلي في منتخب مصر، نتمنى له التوفيق طبعا مع الارجنتين. طيب هنروح لمنتخب ناشئات الكره الطائره، طبعا ثلاثي اهلاوي بيشارك مع المنتخب وبيسعوا لعبور طبعا دور المجموعات بمونديال المجر. زي ما قلت لحضراتكم الفتره دي كلها هتلاقوا اخبار منتخبات لانه الاوف سيزون، وده الطبيعي على مستوى العالم، شهر 7 و8 و9 بيبقى المشاركات الدوليه والاقليميه والقاريه، وحتى الاولمبيات نفسها بتبقى في شهر 8، يعني الثلاث اشهر دول ما بيبقاش فيه اي نشاط محلي من اي نوع. منتخبنا الوطني ناشئات الكره الطائره تحت 19 سنه بقياده المدير الفني الكابتن محمد مهران قدر انه يصعد للدور الثاني من بطوله العالم واللي بتتلعب في كرواتيا والمجر في الفتره من 30 يوليو ولحد 12 اغسطس اللي احنا فيه. منتخبنا كان ضمن الصعود بعد فوزه على منتخبي الكاميرون وتشيلي، وعلى فكره احنا فزنا على الكاميرون في بطوله افريقيا كمان، واول مبارياتنا كانت في كاس العالم مع الكاميرون وفزنا عليها ايضا. وتشيلي وخسرنا ثلاث ماتشات قويه قدام الارجنتين والمجر، واللي خسرنا منها بصعوبه بنتيجه 3-2، يعني المجر حتى خسرنا بشكل صعب بعد ما كنا متقدمين في النتيجه 3-2-0 وقدروا انهم يرجعوا في النتيجه. اما اخر خساره فكانت من شويه قدام منتخب الصين القوي جدا. المنتخب بيضم ثلاث لعيبه من الاهلي وهم فرح الحناوي، فريده اسامه الزرقاء، ريماز اشرف العفيفي. منتخبنا كان صعد للبطوله بعد فوزه بلقب بطوله افريقيا، بعد فوزه على الكاميرون زي ما قلت لحضراتكم من شويه في النهائي في البطوله اللي اتلعبت في نيجيريا صيف السنه اللي فاتت. كل التوفيق طبعا، ده في مباراه الصين اللي المنتخب خسرها، فريق الصين فريق قوي جدا، ولكن مع ذلك بناتنا ادوا حتى الان مباريات جيده. الكره الطائره ما شاء الله سواء ناشئين او كبار مستنيين منهم الكثير، يمكن كابتن ياسر قمر رئيس الاتحاد يعني اخذ اجراءات اصلاحيه بصراحه يعني الفتره اللي فاتت، منها يعني اللي كان موفق فيه ومنها غير موفق، وده طبيعي، ده وضع طبيعي في اي اتحاد، ولكن هو عايز ينهض باللعبه، عايز يعمل شكل جديد، نتمنى انه يوفق ونتمنى ان هو ياخذ يعني من القرارات اللي تم يعني او جانبه فيها التوفيق كاتحاد انه يراجع نفسه فيها. ولكن في الاخر احنا طبعا عايزين، كله عايز مصلحه منتخب مصر، وهو طبعا الهدف الاكبر لكل القائمين على الرياضه المصريه. هنروح لميار شريف، طبعا عندها بطوله للثانيه، ميار شريف نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا والفراشه الذهبيه لينا في التنس الارضي وصاحبه طبعا التاريخ الاكبر للتنس الارضي، حققت انجازات كبيره جدا. قرعه ناريه طبعا بعد ما عملوا القرعه، قرعه ناريه لميار شريف وبطوله مونتريال للتنس احد البطولات الكبيره في كندا. قرعه البطوله طبعا يعني بتضم او اللي بيفوز بيها بياخد 1000 نقطه، وده رقم كبير جدا في مشوارها، وهيبقى هيترتب عليه الكثير في ترتيبها او الرانك العالمي بتاعها. اتعملت من كام يوم واسفرت عن وقوع ميار شريف لعيبه منتخبنا الوطني للتنس الارضي ونجمه النادي الاهلي في ماتش صعب جدا قدام بطله التشيك ماركينا. طبعا المباراه هتكون صعبه وفي البدايه دي المشكله، انت ممكن تلعب ماركيتا في ادوار يعني ربع النهائي دور الثمانيه، ولكن عشان العبها في البدايه الموضوع صعب. الماتش هتلعب بكره ان شاء الله في دور ال 64، مره هتلعب الماتش ده قدام بطله ويمبلدون الدوليه والمصنفه العاشره عالميا، ماتش صعب قوي. ربنا معاك يا ميار بصراحه. البطوله دي مستمره في
طبعا من فتره من 5 لحد 13 اغسطس اللي احنا فيه، ميار بتحتل دلوقتي المركز ال 31 عالميا بعد وصولها القبل نهائي بطوله باليرمو المفتوحه بايطاليا. كل التوفيق لبنتنا، بنت النادي الاهلي وبنت مصر، ميار شريف. بخبر ميار ده نكون خلصنا طبعا اخبارنا جوه النادي الاهلي، وزي ما شفتوا حضراتكم اخبارنا هي متابعه ولادنا وابطالنا مع المنتخبات، وبالتالي بنطلع من الخبر على المنتخبات نفسها، فبتبقى فرصه ان احنا نلينك اخبار المنتخبات مع اولادنا اللي موجودين مع المنتخبات، بالاضافه لو في فرقه من الفرق اللي بدات يعني تستعد. بالمناسبه يعني برضو عايز اديكم شويه كواليس كده، طبعا المستر اجوستي بوش هيجي اخر الاسبوع الحالي عشان يبتدي يقود الاعداد فتره الاعداد بعد ما خد اجازه شهر في اسبانيا، وده وضع طبيعي جدا بعد موسم طويل، خاصه انه اثناء الموسم ما خدش ولا اجازه حتى عيد الكريسماس كان بيقضيها هنا. فمستر اجوستي بوش يعني خد شهر تقريبا هناك في اسبانيا، هيرجع اخر الاسبوع. بالمناسبه الفريق بيتمرن ولكن بينتظر طبعا قدوم مستر اجوستي بوش. عندنا برضو نفس الكلام بالنسبه لفريق الكره الطائره، بينتظر قدوم المدير الفني الاسباني عشان يبتدي فتره الاعداد. كابتن عبد الله عبد السلام مثلا، دي حاجات كواليس كده لسه الحقيقه لم يتمثل في الشفاء بشكل كامل، عشان كده هو يغيب عن صفوف المنتخب المصري في الفتره القادمه، ودي خساره كبيره لمنتخب مصر يعني غياب المايسترو. يعني دي بعض الاخبار السريعه عن فرقنا. يمكن قطاع الناشئين في كل والناشئات في كل الالعاب بدا يستعد بقوه، يمكن كره اليد في نادي مدينه نصر، عندك الطايره في الجزيره، السله ايضا في الجزيره. انا الحقيقه بروح الانديه دي او الفروع دي وبشوف الاستعدادات، وتروح هناك بتلاقي ما شاء الله اختبارات لا تكل ولا تمل الحقيقه. يعني وانت داخل من على باب النادي بتبقى عارف، بلاقي زحمه عربيات، بلاقي معنى كده ان الاولياء الامور مهتمه جدا باولادهم، عايزه تحضر التصفيات. كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي عامل جهد كبير جدا عشان يتابع كل الاختبارات في كل مكان عشان يتم انتقاء العناصر الموهوبه والتي تستحق ارتداء تيشيرت النادي الاهلي. خليت ناحيه شغاله، ده برضو ما يمنعش لو بصينا على الاسكواش برضو ابتدى، لو بصينا على التنس الارضي ابتدى، كاراتيه، كل الالعابنا اللي في النادي الاهلي، السباحه، كله شغال دلوقتي. ولكن يمكن احنا بنحط هايلايت على، طبعا بتكلم على رجال وسيدات كله اشتغل، احنا بنحط هايلايت على الالعاب الجماعيه يمكن بشكل كبير. هنروح للتصنيف العالمي للخماسي، ودي اخبارنا المحليه. اول خبر لينا، مهند طارق يتصدر التصنيف العالمي للخماسي الحديث، وده اللي اتعودنا عليه من الخماسي بنتائجه الكبيره على المستوى الدولي وايضا على المستوى الاولمبي. مهند طارق لاعبنا المنتخب او لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث اتصدر التصنيف العالمي للكبار قبل حوالي سنه من انطلاق دوره الالعاب العالميه الصيفيه واللي هتتلعب في باريس 2024. مهند بطل العالم قدر انه يتفوق في التصنيف على البريطاني جوسيف صاحب ذهبيه اولمبياد طوكيو اللي فاتت. ما شاء الله، الله اكبر يا مهند. يعني الجندي الاخوان الجندي اللي في الصوره على اليمين، يعني ما شاء الله حققوا انجازات كبيره، لان النهارده مهند طارق بنسمع اسمه بقوه كمتصدر التصنيف العالمي. مهند احتل صدارة الترتيب برصيد 195 نقطة، وجي وراه طبعا البريطاني جوزيف اللي انا قلت عليه برصيد 178 نقطة، يعني فارق 17 نقطة، وده رقم قليل جدا، معنى كده المنافسة كانت شرسة جدا لمهند. مهند كان صعد للأولمبيات اللي جاية بعد فوزه بذهبية بطولة العالم الأخيرة واللي كانت من 6 أشهر اللي فات في تركيا. ربنا يحميك من الإصابة يا رب إن شاء الله، وتكمل على هذا المستوى، ومنتظرين منك إن شاء الله ميدالية أولمبية إلى جانب الأخوين الجندي بإذن الله، تجيبوا لنا ميداليات. مهند ماشي بشكل كويس، صغير السن، ده اللي تعودناه على الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان. مهم جدا جدا يعني الخماسي يكون في حالته، لأن ده هيحطنا في حتة تانية. لو الحمد لله يا رب، ويا رب يا رب السنة اللي فاتت حطينا أولمبياد طوكيو، ويا رب دعواتنا بقى نجيب اتنين ذهب لو جبناهم السنة اللي جاية أو الأولمبياد اللي جاية، مصر هتقفز بشكل كبير في الترتيب الأولمبي يا رب إن شاء الله في باريس 2024. مكملين مع الخماسي الحديث، سلمى عبد المقصود تتوج بذهبيه بطوله التحدي الاولى للخماسي الحديث. طب ايه قصه بطوله التحدي الاولى؟ سلمى عبد المقصود لاعبه المنتخب المصري للخماسي فازت بميداليه الذهبيه في منافسات فردي السيدات ببطوله التحدي الاولى، واللي بتتلعب دلوقتي في بولندا، بتتلعب بره مصر. البطوله دي وهي واحده من بطولات التحدي الاربعه والمصنفه ضمن بطولات التاهل لدوره الالعاب الاولمبيه، يعني معنى كده احنا نبارك لسلمى عبد المقصود التاهل اولمبيات باريس 2024. سلمى كانت حققت الذهب بعد حصولها على مجموع نقاط 1421 نقطه بعد ما تفوقت على المكسيكيه ماريانا اريسيو، واللي حققت الفضيه برصيد 1401 نقطه، وجاتها التشيكيه لويسي في المركز الثالث برصيد 1390 نقطه. يعني بنتكلم ان هي فرقت عن الثاني 20 نقطه من اصل 1420
معنى كده يعني. انا ببارك لسلمى ليه؟ سلمى ما تأهلتش رسمي بس خلاص، هي يعني حاجه بسيطه وتتأهل بنسبه كبيره. سلمى ستكون تاني المتأهلين، انا ببارك لها من دلوقتي لان هي قربت جدا وبقت قاب قوسين او ادنى من تأهلها الرسمي لباريس 2024 عشان تنضم الى جانب مهند اللي تأهل بالفعل. المنتخب المصري كان شارك في البطوله دي باثنين لعيبه، مش مهم عدد اللعيبه، المهم الجوده والانتاجيه. اثنين لعيبه وهم سلمى عبد المقصود وعلي الدين سويلم، ومعاهم الكابتن رؤوف حسام المدير الفني للخماسي، ومعاهم محمد غيث المدير الفني للسلاح. كل التوفيق للخماسي الحديث. هنروح للمصارعه وبطوله العالم في تركيا. مواد بدوي تتوج ببرونزيه بطوله العالم للناشئات للمصارعه بتركيا. مواد بدوي لعبت منتخبنا الوطني الناشئات المصارعه تحت 17 سنه قدرت انها تحقق الميداليه البرونزيه في بطوله العالم واللي بتتلعب دلوقتي في تركيا، وحققت مواد الميداليه دي بعد فوزها على الروسيه ماريا بنتيجه 10-4 في منافسات تحت 65 كيلوغرام. ومواد كانت خسرت في دور ال 16 قدام بطله تركيا، وبعدين بطله تركيا وصلت للنهائي، وده منح مواد فرصه انها تلعب منافسات او تلعب الميداليه على الميداليه البرونزيه او الطرديه. اللي بيطلعك اول عالم، دي العاب كتيره جدا بتبقى كده، لو طلعك في قبل النهائي الاول بتلعب الطرديه وبالتالي بتاخد البرونز. مواد كانت كسبت في اول ماتش من ماتشات الطرديه بطله فرنسا بتثبيت الاكتاف، وبعدين كسبت بطله روسيا في ماتش تحديد الميداليه البرونزيه بنتيجه 10-4. الميداليه دي هي الميداليه البرونزيه الثالثه لمصر على مدار تاريخها ببطولات العالم بعد برونزيتين الراحله ريم احمد سلامه كابوريا وندى مدني في نسخه سان بطرسبرج بروسيا واللي كانت في صيف 2017. يعني عايز اقول لكم ان هو ميداليه صعبه، يعني البرونزيه دي مش ميداليه بنجيبها كتير في بطوله العالم في المصارعه، ولكن كل المؤشرات بتقول عندنا ابطال، ولكن اللعب في الاولمبيات امر مختلف خالص. انت كل ده بتعمل ايه عشان تبقوا عارفين؟ بس مشاركتك الدوليه وبطوله العالم وبتحاول تجيب ميداليات وتحقق ارقام عشان حاجه واحده بس، وتسمعوها من كل رؤساء الاتحادات، عشان اعلى بالرانك بتاع لعيبتي. طب لما اعلى بالرانك بتاعت لعيبتي ابقى في الثمانيه الاوائل، ايه اللي يحصل؟ قرعتي في الاولمبياد تبقى 100 100، ما اصطدمش بلعيبه جامده في التصفيات، يبقى انا بوصل لمراحل متقدمه في البطوله من غير ما اصطدم بحد قوي. وهنا التريكي اللي بيحصل، ان انت الشغل ده زي ما حصل مع سيف عيسى. سيف عيسى قعد يشتغل يشتغل يشتغل، لما جت الاولمبياد بقى عارف هيلاعب مين في القرعه، فبقت الموضوع محسوم. كل الالعاب الفرديه النهارده شغاله على ده، انه يقلب الرانك بتاعت لعيبته، فتلاقي الخماسي بيسعى يحط لعيبته قدام، المصارعه كذلك، هتلاقي رفع الاثقال كذلك، هتلاقي كل الالعاب الفرديه شغالين زحف زحف زحف، مش احنا بس، كل العالم زحف على المراكز الاولى في الرانكينج، عشان لما اروح الاولمبياد ما اصطدمش باللعيبه الجامده في الاول، اضمن ان اوصل دور الثمانيه، ولا كل مقام مقال في الاولمبياد بقى في دور الثمانيه توفيق ربنا مع صفاره حكم مع حاجه، نولتش ميداليه ولا اتنين ذهب يبقى ربنا كرمنا بجداره واستحقاق وشغل. هو ده اللي فرق السنه دي، ان الاتحادات شغاله بمنهج علمي، يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كده نكون خلصنا فقرتنا الاخباريه، وكان فيها زي ما حضراتكم شايفين الكثير عن منتخباتنا. نروح للفقره الحواريه عن الاولمبيات الخاصه، وهقول ضيوفي تاني اللي ما شافنيش في بدايه الحلقه. هيكون معايا طبعا الكابتن باسم التهامي المدير التنفيذي للاولمبيات الخاصه ورئيس بعثه مصر في برلين، وهيكون معانا كابتن بهاء الدين محمد المدير الفني لفريق الدراجات في الاولمبيات الخاصه، وهيكون معانا لاعب منتخب مصر الدراجات حسام شعبان. هنتكلم معاهم عن الاولمبيات الخاصه وما توفره لهم الدوله المصريه من دعم، وكمان امالهم وطموحاتهم بعد تحقيق 49 ميداليه في بطوله الاولمبيات العالميه او الاولمبيات العالميه او اللي اتلعبت في برلين اخر شهر 6، وهو رقم كبير جدا من الميداليات. هنتكلم معاهم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما سريعا قبل طبعا مرحب بضيوفي، زي ما قلت لحضراتكم الرياضه ثلاث فروع، الاصحاء والبارالمبي والاولمبيات الخاص. الاصحاء معروفه، البارالمبي الاعاقه البدنيه، الاولمبيات الخاصه بتكون الاعاقه الذهنيه، وكل دي لها درجات. مصر طبعا بتوفر الدعم بشكل كبير من خلال ابنائها ومن خلال ادواتها في الدوله المصريه. في البدايه طبعا عايز اوضح ان كان في طبعا الالعاب العالميه اللي اتلعبت في برلين في شهر 6، مصر حصدت 49 ميداليه، وهو رقم ضخم من الميداليات، اكيد ما جاش يعني من فراغ.
في البدايه برحب طبعا بدكتور باسم تهامي المدير التنفيذي للولايات الخاصه بمصر ورئيس بعثه مصر كمان كانت في برلين. اهلا بك يا دكتور باسم. اهلا وسهلا بحضرتك ومتشكرين على الانترو الرائع ده اللي كله معلومات توضيحيه للساده الجماهير وجماهير طبعا شاشه الاهلي المحبين دايما للرياضه البارالمبيه وخاصه رياضه الاولمبياد الخاصه. فندم انتوا الابطال وانتوا منورينا وسعداء بوجودكم النهارده وان شاء الله وهنستفاد طبعا من تجربتكم وعلى دعمكم الكبير للرياضه المصريه. بنرحب طبعا بكابتن بهاء الدين محمد مدير فني فريق طبعا الاولمبياد الخاصه للدراجات واحد طبعا المميزين على مستوى العالم في هذا المجال وهنتكلم معاه طبعا في كل شيء ولكن في البدايه برحب بيك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا فندم. منور قناه النادي الاهلي. شكرا على الاستضافه الجميله. وكمان التيشيرت كمان لونه احمر. طبعا يعني الكابتن قلب الحدث. يعني الكابتن جاي طبعا جاهز وكل حاجه ولكن طبعا منورنا يا كابتن. وجودنا معاكم ان شاء الله. والف مليون مبروك طبعا للميداليات وللشغل الجميل اللي انتم حققتوه. الله يبارك في برلين شرفتونا حقيقه. ربنا يخليك. دكتور بهاء خلينا نتكلم اكتر عن الاولمبياد الخاصه، نتكلم عن الاورجنايزيشن كمنظمه موجوده في مصر. ازاي بتقدم دور كبير بعد رياضي وبعد اجتماعي ودمج اخواتنا اولادنا من اصحاب الهمم، كلمنا عن الدور ده واشرحه باستفاضه للساده المشاهدين، اتفضل دكتور. تمام فندم، هو خلينا الاول نتكلم عن الاولمبياد الخاص موجود في مصر من من بدايات التسعينات. خلينا نتكلم كمان ان الحمد لله رب العالمين ليه دور سباق في العديد من الانجازات على مستوى الرياضه وعلى مستوى الكثير من الخدمات اللي بيقدمها للافراد او للاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه. الموضوع بالنسبه للاولمبياد الخاص هو حاله كبيره المركز بتاعها هو الفرد أو الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية، بيوفر له تدريبات رياضية منتظمة على مستوى العام، بيوفر له وعي للأسرة وشبكة دعم للأسرة عشان يعرف الأسرة إزاي تتعامل مع الطفل اللي هو من ذوي الإعاقة الذهنية. خلينا نتكلم كمان عن النقلة الثالثة أو الصورة الثالثة، بيوفر له برنامج صحي كبير جدا جدا بيسمح له أنه هو يتابع حالته الصحية، وده بيبقى زي اللي موجود على هامش الأحداث الكبيرة زي بطولة العالم الصيفية اللي كنا فيها في برلين أو بطولة العالم الشتوية اللي بتقام بالتبادل ما بين الصيفية والشتوية سنتين. خليني أقول لحضرتك كمان على الدور المهم اللي بيقوم بيه المتخصصين في المجالات سواء المجال الرياضي أو مجالات التربية أو مجالات تنمية المهارات أو التخاطب، كل الحاجات المتعلقة بتنمية الشخص ذوي الإعاقة اللي بتتوافر عشان يقدر ان هو يتقدم، يقدر ان هو يندمج في المجتمع، يقدر ان هو يكون فرد قادر على صنع مجال او صنع صحيح. خط لنفسه يقدر يعيش بيه، لان هو النهارده عنده جزء من الاعاقه بتعيقه شويه، انما لو قدر ان هو يتعلم مهارات يكتسب مهارات منتج مختلفه شخص منتج. هيبقى شخص فعال في المجتمع. اكبر حاجه بتقدر تخلي لاعب الاولمبياد الخاص في قمه الزهو امام نفسه امام المجتمع امام اسرته الصغيره هو انجازه الرياضي، لان نعم. هو بيتحقق الانجاز الرياضي ده فهو النهارده بيبقى فيه زهو كل الناس بتشاور نعم. عليه لما بيبقى النهارده موجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي، لما بيشار اليه بالبنان، لما النهارده الدوله بتوفر له مجموعه خدمات، لما كمان بيسافر يلعب بطوله، لما كمان النهارده بيتواجد باكتر من شكل بيبقى في استقبال، والنهارده قيادات كبيره على المستوى السياسي معالي الاستاذ الدكتوره نيفين القباز وزيره التضامن الاجتماعي كانت في استقبال الوفد بالمطار بجانب تواجدها اثناء الايفنت في اثناء الحدث او اثناء البطوله في المانيا، الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وتواجده في الحدث اثناء ما كنا في المانيا وتشجيعه للابطال، وكمان كان في استقبالهم في المطار سفير الاولمبياد الخاص الدولي الفنان الكبير حسين فهمي كان موجود باستمرار رغم ان هو بيحتل منصب دولي تبع الاولمبياد الخاص الدولي، انما كان اكتر الوقت موجود معانا كفريق المتخل. كان فريق المصري، وده مش النهارده بس، ده الكلام ده بقاله عشرات السنين، والفنان الكبير حسين فهمي موجود معانا، فكل ده النهارده زهو وفخر للاعب واحساسه بنفسه لما بيرجع بالميداليه دي وبالانجاز ده، الناس بتشاور عليه، الناس بتبدا تعرفه وبينقل تجربته اللي وراه فبيحمس اللي وراه، خلاص بيبقى خلاص حلقات حلقات بقى جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل بفضل الله، هو ده اللي بيخلينا متهيألي حصولنا على 49 ميداليه يا دكتور النهارده يعني بيدل على عظمه الدوله المصريه في دعم ولادنا، يعني ده رقم كبير وده مش هيجي من فراغ، جه نتيجه دعم من وزاره التضامن، جه من دعم وزاره الشباب والرياضه اللي هي اذرع الدوله طبعًا. في دعم طبعًا. ولادنا واخواتنا من اصحاب الهمم اصحاب يعني الاعاقه الذهنيه، فالنهارده ده برضو بيوضح قيمتهم في المجتمع واحساس الدوله بيهم. هي النقله جت من هنا، النقله جت منين؟ النقله جت في عام 2018 لما
سمي عام 2018 بعام ذوي الإعاقة. نعم. طبعا صورة الفنان حسين فهم الفنان الكبير وهو وسط أولادنا يعني بيسندهم وبيرفع على مصر، دي صورتك كدكتور وانت في المدرجات معالي السفير ومعالي المهندس هاني محمود والمهندس ايمن عبد الوهاب، حضور معالي السفير وحضور يعني فنان كبير، هو ده كل ده كل ده دعم. كل ده دعم موجود بيشكل النهارده هو نهايته الانجاز اللي تم تحقيقه، لان الانجاز ده بدايته كان مجلس اداره الاولمبياد الخاص المصري لما وافق ان احنا نشترك. نعم. بس خليني الاول قبل طبعا بذكر طبعا مجلس اداره الاولمبياد الخاص، لازم ننتهز هذه الفرصه ونعزي معالي الوزير هاني محمود طبعا رئيس الاولمبياد الخاصه مصر، الحقيقه واحد يعني الشخصيات المحترمه جدا 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 والداعم للاولمبياد الخاصه ولاصحابنا ولاولادنا من ذوي الهمم، بنعزيه الحقيقه في وفاه حفيدته. ومن هنا طبعا باسم الدكتور باسم وباسم كابتن بهاء وكل ولاده وباسم برنامج الابطال بنقدم خالص التعازي للكابتن والمعالي الوزير هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاصه في وفاه حفيدته، ربنا يغفر لها ويرحمها، وانا لله وانا اليه راجعون. ونتمنى ليه الصبر والاهلها والباباها ومامتها الصبر والسلوان، وعمرنا ما ننسى حاجه زي كده ابدا، وبالعكس كل الدعم للمعالي الوزير لغايه طبعا ما يتخطى هذه المحنه الصعبه. تالي يا دكتور يعني دي اقل شيء نقدر نقدمه للدكتور هاني او معالي الوزير هاني محمود طبعا، ربنا يا رب يصبره ويعني تجاوز الفتره الصعبه دي. طيب خلينا نروح لكابتن بهاء مدير فني الدراجات. يعني لا الاول قبل ما اتكلم في الفنيات اي شيء، ليه توجهت او حطيت خبرتك وحطيت يعني درايتك بهذه اللعبه في اتجاه الاولمبياد الخاص اصحاب الهمم او يعني زي ما بيقولوا ذوي الاعاقه الذهنيه؟ ايه اللي خلاك البدايه جت منين يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه كانت من حوالي 7 أو 8 سنين، فتره كنت ابتديت بشكل تطوعي مع الاولمبياد الخاص المصري في اكتر من حدث، مش الدرجات بس اللي هو المين سيت الاساسي بتاعنا. بس انت في الاصل كنت بتلعب درجات؟ كان الاصل كنت في مجال الدرجات وضربت درجات. ممتاز، يعني انت كنت على درايه بها؟ طبعا. من ساعه لما دخلت اسره الاولمبياد الخاص المصري يعني الموضوع اختلف معايا تماما، بقيت انا الموضوع ده بقى واخد جزء كبير من تفكيري، من توجهي، من حياتي. ابتديت بدل ما كنت شغال مع الاصحاب بس، بقى شغلي حتى الخاص بره الاولمبياد الخاص بقى فيه الجزء ده، بقيت اوجه نفسي للموضوع ده، وما بقيت في جزء شويه مسؤول عن مكان بقى عندي الاصحاء وفي نفس الوقت ذوي الهمم زي ما حضرتك ذكرت، الجزء البارالمبي وكمان الجزء الخاص. يعني انت شغال مع البارالمبي كمان والجزء الخاص بتاع يعني الاعاقه البدنيه والاعاقه الذهنيه اللي انت شغال معاها بقى، خلاص بقى جزء اساسي من حياتي المهنيه وحياتي التطوعيه كمان. ما شاء الله. طيب بدات امتى تتوجه بشكل كامل بقى، وازاي بدات تختار اللعيبه، وازاي النشاط يعني دلوقتي عشان تاخد لعيب بيلعب درجات بتشوفهم فين، بتتفرج عليهم ازاي، ايه النشاط اللي بتختار بناء عليه لعيبه منتخب مصر؟ الموضوع بدا من اواخر 2022، كان من بعد ما ربنا اكرمني بشرف وثقه الاولمبياد الخاص المصري برئاسه دكتور باسم وكابتن عمرو محي، ان انا توليت مسؤوليه ملف الدرجات. ممتاز. ابتدينا ان احنا نظمنا بطوله الجمهوريه اللي احنا من خلالها ابتدينا نختار نشوف العناصر الموجوده. اللي بيشارك في بطوله الجمهوريه مين؟ يعني هل انديه ولا اشخاص فرديين؟ يعني الهيئات المشاركه في الاولمبياد الخاص المصري. زي ايه مثلا؟ الهيئات المشاركه يعني اديني اسامي، انا بقول ليه الاسامي عشان الساده المشاهدين بيتفرجوا علينا، لو لقى هيئه قريبه منه صح وعنده بطل يتوجه من هؤلاء الابطال عنده في البيت يتوجه ليه على طول، قول لي اسامي الهيئه. مثلا نادي، في نادي النصر الرياضي، ونادي وادي دجله. ممتاز. في نادي بيجاسو دريم لاند، نادي الهرم الرياضي، في هيئات كتير جدا، والافضل ان احنا اللي حابب يتوجه للاولمبياد الخاص المصري وهو هيوجهه. فين مقر الاولمبياد الخاص؟ في جزيره العرب. برضو دكتور باسم هيقول 35 شارع جزيره العرب في المهندسين. لو عايز يسال على اي حاجه، هل في هوت لاين؟ هل في رقم؟ في يا فندم صفحتنا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر، يبعت لنا عليها، وفي المقر بتاعنا 35 جزيره العرب في المهندسين، يتوجه ليه واحنا تحت امره في اي توجهه يروح فين ويتعامل مع مين، نقدر نساعده كمان. طيب الهيئات بتشارك وبتوفر الدرجات لاولادنا، بتوفر الكلام ده، وهي اللي بتصرف، بنخش بطوله الجمهوريه بتتفرج عليهم بتبتدي تختار. كان كام لاعب مشارك مثلا بطوله الجمهوريه؟ بطوله الجمهوريه كنا ما يقارب يعني قربنا من 100 وحاجه لاعب.
الحمد لله. 100 وحاجه لاعب مشاركين. مشاركين طيب. في بطوله. سؤالي هنا برضو مهم، فضل. هل كل اللعيبه بنفس الاعاقه الذهنيه ولا ال 100 بيشاركوا في نفس الايفنت ولا متقسمين؟ متقسمين حسب تصنيفات التقسيمات الخاصه بالاولمبيات الخاصه مصر. مين اللي بيصنف؟ اللجنه المنظمه المسؤوله عن البطوله. طيب. المكلفه من الاولمبيات الخاصه مصر. اللجنه المنظمه دي ايه المعايير اللي بيها بتقدر تتست او تختبر ان اللاعب ده ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3؟ ايه المعايير؟ اديني معايير بسيطه. انا بقول بتفاصيل الفنيه دي عشان الساده المشاهدين. احنا الاولمبياد الخاص المصري بيتميز بجزء ان هو بيسمح لجميع المستويات وجميع الفئات تشارك. بيتم عمل تقسيم قبل النهائيات. التقسيم ده بيتم فيه كل اللعيبه بتشارك باي رقم باي تصنيف، وبعد كده بيبقى فيه تقسيم. يعني احنا بنخليهم يلعبوا الاول، يلعبوا الاول تقسيم، وبناء على لعبهم اللجنه بتتابع وبتدي تصنف، بتصنف بمستويات متقاربه عشان تدي الفرصه بعداله للجميع ان هو يشارك في تقسيم عادل. العمليه محتاجه افهم دي كويس. هي العمليه بتبقى بدايتها رقم واحد بنصنف وفق الجنس، الولاد مسابقات والبنات مسابقات. ممتاز. الجزء الثاني وفق المراحل السنيه، الدرجات تعتبر من الرياضات الفرديه، بنصنف من 8 ل 11 سنه مع بعض، من 12 ل 15 سنه مع بعض، من 16 ل 21، من 22 ل 29، فوق 30 سنه. تمام. كل دي مراحل عمريه. كتير ممكن يشارك. كل ممتاز. دي مراحل عمريه، كل مرحله لوحدها سواء بنين او سواء بنات. الجزئيه اللي الفنيه اللي كابتن بهاء وضحها دلوقتي اللي هي الجزئيه بتاعه القدره الرياضيه، لما وضح لحضرتك قال ان احنا عندنا مجموعنا مثلا 110 متسابق في رياضه الدرجات، كل تقسيم بيبدا ده في مرحله سنيه معينه، هنقول مرحله سنيه واحده، مرحله سنيه مثلا فيها 15 متسابق، نزلتهم مع بعض عملوا راوند مثلا وخدت ارقامهم، خدت الارقام بتاعتهم، ببدا اعمل النهارده اشوف القدره الرياضيه بتاعتهم، جاب الراوند في قد ايه تايم، وابدا احسب 15% واكون مجموعه. ممتاز. حوالين الرقم احسن رقم، وبعدين اخد بعد كده رقم تاني بلس اور ماينس 15%. 15% وافضل ابدا اكون في مجموعات بحيث ان اول مجموعه تبقى فيها احسن ارقام، تاني مجموعه تاني افضل ارقام، تالت مجموعه الارقام اللي بتبقى الاقل خالص، بحيث ان المجموعه الاولى هي مجموعه المتميزين يتنافسوا مع بعض، هيبقى في عداله في التوزيع. لو احنا قلنا ان الستارت بتاعهم من النقطه دي وعملنا اشاره الانطلاق، عند وصولهم لخط النهايه هيبقوا متقاربين جدا في وهيبقى فيه هيبقى. طب سؤال بقى دكتور، هل ده نفس المنهج والاليه يعني نقول الميكانيزم اللي بيتطبق في بطولات العالم بره؟ هو نفس بيعملوا نفس الكلام، بيروحوا نفس الامر. حلو. نفس الامر. حلو. نفس الامر. حلو. فاحنا بنطبقه من هنا وبنعود اولادنا عليه من هنا، وكمان يعني الحمد لله ربنا اراد لنا الخير ان احنا كمان بنحاول ان احنا نؤهل المدربين اللي في الهيئات المختلفه اللي ذكرها الكابتن بهاء، ان هم يبقوا عارفين النواحي القانونيه اللي احنا بنشتغل بيها. الله ينور عليك. بحيث ان هي بتبقى النتيجه معلنه، كل السباقات بتاعه الاولاد، كل المتسابق بالرقم اللي جابه بيشوف الارقام قدام عينيه وبيبدا يحسب ال 15% بتاعه الاولاد جوه المجموعه لغايه ما كون مجموعه. المجموعه بتتميز شرط اساسي من تكوينها، ما تقلش عن 3 افراد، لا تقل عن 3 افراد وما تزيدش عن 8 افراد. طب افرض لقيت عدد اكتر من 8، تعمل ايه يا دكتور؟ من 8 افراد احاول ان انا اقسمهم مجموعتين ويصفوا. بقسمهم مجموعتين ليه؟ هقول لحضرتك، لان برضو الاولمبياد الخاص بيكرم المركز الاول بالميداليه الذهبيه، المركز الثاني فضيه، المركز الثالث البرونزيه، ومن المركز الرابع للمركز الثامن بيديله شاره مشاركه. الله الله. زي حافز الله. تشجيعي طبعًا ليه طبعًا. ان هو النهارده طلع الرابع، ما تكسرش بخاطره، طلع الرابع، طلع الخامس، طلع السابع، طلع الثامن، هو بطل، هو جاب نتيجه وحقق انجاز، وده حافز ليه ان هو عشان الايفنت القادم يمرن نفسه اكتر ويأهل نفسه اكتر عشان يقدر يعني ان هو يحصل على ميداليه. يعني الاعاقه الذهنيه فهو له مكان، له مكان، ويقدر ينافس ويقدر يتواجد وبتضموه وبيتم بالزبط دمجه في البطوله، وبيحس ان هو حتى لو ما وصلش لخط النهايه كانت اعاقته مش هتساعده يوصل حق ان خط النهايه، بس مجرد انه شارك وجه. برضو هقول لحضرتك عشان وصول لخط النهايه دي، هو اول حاجه في القانون بتاع اي رياضه في الاولمبياد الخاص، لان الاولمبياد الخاص الدولي ماضي بروتوكول او ماضي اتفاقيه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه. تمام. ان هو يستخدم كلمه اولمبيكس، ده رقم واحد. رقم اتنين ان كل المسابقات بتاعته تبقى خاضعه للقوانين بتاعه الاتحادات الدوليه بتاعه الرياضات الاولمبيه. ممتاز. اللي بيشتغل عليها، وده اللي بيخلي النهارده في منافسه وفق القانون، بس فيه بعض التعديلات عشان الحالات بتاعه اللاعبين من ذوي الاعاقه الذهنيه تتناسب معه، التعديلات الطفيفه، انما لازم اللاعب يوصل لخط النهائي،
لازم اللاعب يوصل بكامل هيئته لو مش هيقدر يوصل يبقى ده خطر انه يشارك. بالظبط كده. عشان كده قلنا في الكابتن بهاء اشار لسيادتك ان في جزء مرحله التقسيم او المرحله التمهيديه بنشوف مين قادر ان هو يشارك، مين قادر ان هو يكمل السباق، مين من الناحيه المبدئيه قدر ان هو يركب الدراجه بتاعته ويكمل لغايه النهايه، مين اتعطل، مين تعثر. فاللي بيتعطل واللي بيتعثر دوت والله لو المدرب بتاعه اصر على مشاركته قال ان دي حاجه طارئه فبيبقى النهارده الامر مختلف شويه، انما لو اللجنه الفنيه طرأ ليها ان اللاعب غير مؤهل وفي خطوره غير مؤهل طبعا. وفي خطوره عليه ان هو يشترك يبقى لازم النهارده في الحاله دي ما يشتركش أو الا لما مشاركته البطوله بعد ما اتدرب كويس بالظبط يتمرن ويرجع يشارك تاني ما عندناش قد مشكله. طب كابتن بهاء يعني انت عملت كم ميداليه بفرقتك هنا؟ احنا عملنا 4 ميداليات وعدد من المراكز يمكن حسام شعبان ضيفنا اللي كان خد الفضيه معاك. طيب انت بتروح رحت بكام ليفل بكام مستوى؟ رحنا باربع مستويات 2 بنين و2 بنات. احنا كان من اصل كام مستوى اصلا مشارك؟ من اصل كام مستوى مشارك؟ هو زي ما حضرتك كل عدد بطوله بيتقسم مجموعات زي ما دكتور باسم قال لحضرتك. حضرتك مش فاهمني يعني في الدرجات او يمكن خليني اوضح السؤال يعني الدرجات كام ليفل كان موجود هناك؟ كام ليفل كان في من بدايه من رجال من كان هم رجال وسيدات بدايه سباقات من 500 متر ل 25 كيلو. خبر مصر كانت مشاركه في 500 والكيلو وال2 كيلو وال5 كيلو. ده 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 عدد رهيب، ده عدد كبير جدا. انا شايف حتى المدرجات جايبه عدد كبير. طيب احنا شاركنا في اربع ايفنتات، 2 رجال و2 سيدات. طب قول لي ايه الايفنتين الرجال؟ الايفنتين الرجال هو كل لاعب بيشارك في 3 ايفنتات. ممتاز. عندي ولد حسام شعبان وايمان شاركوا في 3 ايفنتات، 5 كيلو طريق، 5 كيلو فردي وال2 كيلو. تمام. الابطال التانيين مارين بوليس وسام السيسي شاركوا في 2 كيلو وكيلو 500 متر. ممتاز. احنا جبنا 4 ميداليات. جبنا 4 ميداليات. الله اكبر. طيب ايه اللي انت شفته هناك في المانيا يعني حسسك ان احنا برضو على الطريق الصح؟ انت مقارنه بالدول التانية ايه اللي انت شفته؟ ايه اللي شفته خلاك متفائل انت ممكن تجيب ميداليات؟ ان احنا الجو بتاع البطوله احنا كنا اهلنا الولاد ليه كويس جدا من حيث البدايه، من حيث شكل الطريق، من حيث الدراجات نفسها، ان هم راكبين الدراجات الاولمبيات الخاص وفرها نفس الفئه بتاعه الدراجات اللي كانت مع الابطال التانيين. فكل ده الولاد ما كانوش عندهم مشكله في شكل البطوله، ما كانوش عندهم مشكله في شكل السباق، في شكل الطريق. فكنا رايحين جاهزين وعاملين اعداد كويس للبطوله. طب قبل الاعداد انتوا اكتفيتوا بالاعداد في مصر؟ ده طبعا ده كان الافتتاح يا دكتور. يا فندم حاجه، بصوا يا جماعه العدد الله اكبر، ده ايه ده؟ يعني اما تكون مصر مشاركه في دولة. لا ده حاجه 190 دوله على مستوى العالم. 190 دوله 190 دوله على مستوى العالم. الايفنت كان حدوته. بص الافتتاح، بص المدرجات مقفوله، المدرجات مقفوله. لا حدث كبير وجود مصر فيها من وخدنا 49 ميداليه. لا دي حاجه تشرف. ودي الشعله بقى السنه الجايه، الدوره الجايه تعمل فين كمان سنتين ان شاء الله رب العالمين. الالعاب العالميه الشتويه القادمه هتبقى في 2025، هتبقى في ايطاليا ان شاء الله. في ايطاليا بعديها هتبقى صيفيه في 2027. 2027 ان شاء الله رب العالمين. غالبا هتبقى في السويد. ما فكرناش نجيبها مره والله، محتاجه يعني ترتيبات. والله لا محتاجه طبعا في الاول خالص يعني مجموعه ترتيبات من نوع كبير شويه، لان هي زي عامله زي ملف استضافه حدث كبير، لان ده حدث عالمي زي ما حضرتك شايف. واحنا طبعا يعني خليني اقول لحضرتك وعايزه تبقى ملاعب مجهزه. طبعا مجهزه للنشاط ده. طبعا واحنا الحمد لله دلوقتي بقت مصر فيها بنيه تحتيه محترمه قادره على استضافه الاحداث الرياضيه الكبيره اللي زي كده الحمد لله. 190 دوله شاركت في الالعاب العالميه، 7000 لاعب ولاعبه، ومصر موجوده في هذا الحدث الكبير، وحصولنا على 49 ميداليه، 17 ميداليه ذهب، 23 فضه و19 برونز. النهارده بنتكلم في عدد كبير من الميداليات، اكيد ما جاش صدفه وسط العدد اللي حضراتكم شفتوه كبير جدا ده، يبقى اكيد ده جاي نتيجه جهد للولاد المخلصين وابناء طبعا الاولمبيات الخاصه او الاولمبيات الخاص اللي بيشتغلوا وبيتعبوا عشان هدف مش بس رياضي، هدف اجتماعي كبير جدا. طب كابتن بهاء يعني هل ممكن نشوف بعد النتيجه دي في الشتويه بقى كمان سنتين في ايطاليا ممكن نشوف نتيجه احسن؟ يعني انت شايف ان انت استفدت ان شاء الله؟ طبعا احنا حطينا بعض النقط اللي احنا المفروض نحسن فيها اكتر. زي ايه مثلا؟ زي مثلا احنا ممكن نشارك في اللعيبه بتاعتنا عملت مستوى كويس جدا في السباقات الصغيره، نقدر ان شاء الله السباقات الجايه ننزل في عندنا لعيبه مؤهله تنزل السباقات الاطول ان شاء الله. طب انت شايف ان يعني القاعده بتاعت اللعيبه بتزيد؟ يعني شايف مشاركه اكبر في من الاسر المصريه؟ من يعني طبعا السل او الخليه الاساسيه
للدعم البطل البارالمبي او البطل اللي في ظهر كل لاعب. مهما طبعًا كان احنا بنتكلم هنا كده مفيش اسره داعمه يبقى مفيش لاعب بارالمبي. شايف ان الناس بدات تقبل، بدات تشجع اولادها، بدات تنزل، ولا شايف لسه الاقبال؟ الاقبال طبعا يعني من كل بطوله للثانيه العدد بيزيد في المشاركات، العدد بيزيد كمان في المستوى، المشاركه بيزيد يعني الولاد بتبدا تتمرن اقوى، بتبدا توفر ادوات احسن طبعا لان هم شايفين كل ما حد بيسعى اكتر بي 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 بيكمل تمرين او بيواظب على التمرين بيوصل لمكان اعلى. طب دكتور نفس السؤال حضرتك كراجل طبعا يعني في الاداره ومدير تنفيذي وشايف الصوره واكاديمي كمان طبعا دكتور تربيه رياضيه وطبعا مشرفنا اكيد دكتور يعني اكاديميا وعمليا، شايف الرؤيه ايه؟ في كل سنه بيزيد اقبال الاسر المصريه، هل الرساله اللي حضراتكم عايشين عشانها النهارده بتجني ثمارها ولا لسه؟ بص يا فندم، كل حدث من الحدث اللي بعديه اللي قبليه بيحصل فيه زياده وبيحصل فيه طفره ما شاء الله، وبيحصل كمان نقله نوعيه داخل الهيئات، داخل الانديه. النادي النهارده ابتدى يوفر مدرب دراجات جوه يعلم الاولاد بتاعته رياضه الدراجات، وابتدى يوفر ما دام الاولمبياد هينظم حاجه في الريشه الطايره ابتدى يوفر مدرب يعلمهم ريشه طايره، ابتدى يوفر معلم مدرب للتنس الارضي، ابتدى يوفر للجودو، لان احنا في المانيا البطوله اللي فاتت دي كنا مشاركين ب 15 رياضه. من اصل كام؟ يعني كام رياضه هناك؟ 23 رياضه، احنا شاركنا ب 15. احنا كده بنتكلم في حوالي 60% او 70%، وده برسنتج عالي. الحمد لله رب العالمين. خليني اقول لحضرتك لما النهارده نشارك ب 15 رياضه، 15 جهاز، 15 لا يعني 15 فريق ب 15 جهاز فني ما شاء الله متواجدين معاهم رجال وسيدات، لان طبعا احنا عندنا لاعبين وعندنا لاعبات. كان عدد البعثه كام يا كابتن؟ العدد بتاع البعثه كان 109 لاعب ولاعيبه واداري. عدد اللاعبين واللاعبات كانوا كام؟ العدد بتاع اللاعبين واللاعبات 67 لاعب ولاعب. الله اكبر ما شاء الله، نجيب 49 ميداليه. الحمد لله رب العالمين. نسبه بتعدي 80%. طبعا الحمد لله رب العالمين. نسبه نجاح ب 80%. بالاضافه الى ان كمان معانا الشق الطبي، معانا طبيب للبعثه متواجد معانا على طول. الاجهزه الفنيه اللي كانت موجوده كلها الحمد لله اجهزه فنيه متخصصه. هي دي السيركل او الخط اللي احنا ماشيين فيه من فتره. طب الناحيه الطبيه انا عايز اقف عنها شويه، لان الناحيه الطبيه هنا انت النهارده بتتعامل مع طفل، يعني طبعًا. هو مهما كبر سنه فهو طفل كويس، فانت النهارده هو بعد عن بابا ومامته كويس، بعد عن اسرته، راح في جو السيطره طبعا بيئه مختلفه، بيئه مختلفه، السيطره على ابطالنا دول بتبقى الموضوع برضو محتاج صح. مش بس حزم، لا ده محتاج صحوبيه. فاذا المدربين هنا محتاجين ياخدوا زي كورسات وفرق وتاهيل نفسي زي طبعًا. طبعًا. هل الكلام ده في حسابات حضراتكم؟ هو الحمد لله رب العالمين، لان 90% او 99% من يعني نسبه تعدي 95% من الاستاف اللي بيعمل في مجال الاولمبياد الخاص المصري كلهم من مجال التربيه الرياضيه. ده رقم واحد. ما شاء الله. رقم اثنين بالنسبه للسؤال حضرتك اجابه مباشره قول فصل، الحمد لله رب العالمين، احنا عملنا 2 معسكر تجريبي للبعثه، خدنا اللاعبين وانتقلنا بيهم لمكان مقفول، لزون مقفول مع الجهاز الفني، مع الجهاز الاداري، مع الطبيب بتاع البعثه. عملت معايشه كان الوضع اللي هيبقى برلين. سبقنا ده بخطوه، عملنا اجتماعات مع ما بين الطبيب والجهاز الفني واسر اللاعبين عشان نعرف اسر اللاعبين مهمه جدا، عشان نعرف خط سير اللاعب ومفاتيح التفاعل مع اللاعب تفاصيل. وبعد كده نقلنا خطوه ثانيه، ابتدينا نعمل المعسكر المغلق، وبعدين فوتنا فتره من التدريبات والانتظام في التدريبات بتاعتنا في الاعداد، وبعدين عملنا معسكر ثاني برضو علشان يبقى احنا النهارده المينا باكتر حالات للولد ما بينه في كل حالاته بالظبط، ما بينه وما بين المدرب بتاعه، ما بينه وما بين زمايله الاسره، وما بينه وما بين زمايله، ما بينه وما بين رعايته الشخصيه لنفسه، بيقدر يعتمد على نفسه في الاكل والشرب، بيقدر يعتمد على نفسه في تغيير الملابس، بيقدر يعتمد على نفسه ان هو يصحى، بيقدر يعتمد على نفسه في تفاصيل حياته، اخباره ايه، ماشي ازاي. كل التفاصيل دي عملنا لها تجارب مره واثنين وثلاثه، وعملتوا اسسمنت وازاي تقيمه. اساسه ولي الامر، والاسسمنت اساسه تواصلنا الدائم مع ولي الامر اثناء ما احنا مسافرين، واثناء ما احنا في المعسكرات، واثناء ما احنا طول خط الرحله. هو ده اللي وصلنا في النهايه الحمد لله رب العالمين. لما وصلنا المطار الاسر موجوده، احتفاليه كبيره من الاسر، مطمنين على اولادهم رغم ان هم ما شافوهمش، بس شافوهم عن طريق الموبايل، شافوهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، شافوهم وهم بيلبسوا الميداليات بتاعتهم، كلموهم في التليفون، كلموهم صوت وصوره. كل التفاعلات دي من قبل ما الولد يطلع لاهله او لاسرته
بره المطار الناس كانت موجوده بره وعامله احتفالات رهيبه رهيبه علشان احتفالا بتواجد الابطال دول وعودتهم الحمد لله سالمين غانمين. يعني هو مش مستني يشوف ابنه ويطمن عليه، هو الحمد لله هو مطمن وعايش معاه ومتابع مع المدرب ومتابع معانا كلنا، فالحمد لله الامور كلها تكاد تكون بالنسبه له مستقره وهو مطمن الحمد لله. الله اكبر يا دكتور بصراحه. طب كابتن يعني يمكن انت هناك اللعيبه مع بتاعتك بيبقوا قاعدين مثلا في اوض زوجي ولا اوض فردي؟ برضو التفاصيل دي مهمه عندك. احنا في الـ في الـ في الاولمبياد كنا موفرين للولاد غرفه مزدوجه والبنات غرفه مزدوجه وكانوا الغرف بجوار غرف المدربين بيبقى في اشراف دائم ما بينهم وما بين المدربين. طيب انت كنت مثلا، انا بحب اتكلم في التفاصيل ليه؟ عشان نشوف قد ايه انتوا تعبتوا. انت داخل تنام خلاص، اليوم خلص، اتمرنتوا، حضرتوا ايفنت معين وراجعين، كنتوا على العشاء وراجعين، داخلين الولاد يناموا، بتطمن عليهم ازاي؟ بتروح اوضه اوضه تطمن على الولاد نايمين ولا بتعمل ايه؟ احنا كنا متعودين على ده هنا، وكنا عاملين زي بروفاتلي في المعسكرين اللي الكابتن الدكتور باسم قال عليهم. واحنا هناك كان معايا المدربه المرافقه معانا كابتن كريمه، فاحنا كنا متواجدين دايما بصفه مستمره، يعتبر احنا عايشين مع بعض. احنا بنسيب الولاد بس يعني خلاص دخلوا طمنا ناموا، هنعمل ايه بكره وخطتنا هنصحى امتى، وخلاص بنطمن عليهم ان هم خلاص يعتبر ناموا. طيب وبتخشوا في اثناء الليل تطمنوا عليهم؟ طبعا احنا معانا الكارت بتاع الدخول ليهم، احنا بصفه مستمره احنا متواجدين. وبتظبطوا المنبه وتصحوا بالليل وتقوموا تبصوا على الولاد او البنات وتطمنوا عليهم بصفه مستمره؟ بصفه مستمره. ما شاء الله. العلم ان الموضوع ده صعب جدا، لازم طبعا نبقى متواجدين على فترات قريبه كمان، فترات قصيره. طيب المتابعه في فترات الناحيه النفسيه والاعداد النفسي للعيبه بتساهم بده؟ بتشارك؟ بتحمس اللعيبه كتير جدا؟ ازاي؟ طيب قول لي كده، بتتكلم معاهم في ايه يعني؟ يعني حسام بطلنا اللي هيبقى معانا، حسام شعبان صاحب المدينه الفضيه اللي هيكون معانا من شويه كمان شويه، كنت بتقول ايه قبل الماتش؟ حسام من اللعيبه اللي عندها الحماس وعندها الفكر يعني درجه متقدمه شويه، فكنا بنرسم السباق بتاعنا بناء على الاعداد واللي احنا اتمرنا فيه، وان احنا عملنا السباق ده مره واثنين وثلاثه، وعملنا احتكاك مره واثنين وثلاثه، وكنا حاطين استراتيجيه وبنراجعها معاه هيمشي كمان. السباق ازاي؟ اول كيلو، ثاني كيلو، ثالث كيلو، اللعيبه اللي معاه مستوياتها عامله ازاي بناء على التقسيم، فاحنا ازاي هنشتغل معاهم اذا كان في السباق الجماعي او السباق الفردي. فكان بيستجيب معاك؟ كان بيستجيب لان احنا اتمرنا على ده في الفتره اللي فاتت دي كلها. طيب من خلال تعاملك مع طبعا يعني اولادنا واخواتنا من اصحاب الهمم، اصحاب الاعاقه الذهنيه، ايه اللي بيميزهم؟ يعني ايه اللي بيميزهم؟ هل بيبقى عندهم اصرار اكتر منا؟ هل بيبقى عندهم مثلا طيبه بزياده؟ هل بيبقى قلب ابيض بزياده؟ ايه الحاجه المشتركه ما بينهم؟ احنا مبدئيا هنتكلم لو اتكلمنا في الشق الرياضي، هم حابين جدا ان هم يعملوا حاجه جديده. ولما بيعملوا ده هم الحافز عندهم بيبقى قوي جدا للانجاز اللي بعده. يعني هم لما بيحققوا حاجه بيحس بقيمه كبيره اللي ذكرها دكتور باسم في الاول، الزهو اللي هو اللي احنا بنقول عليه، انا موجود والناس دي كلها بتكرمني او الناس دي كلها بتشجعني. طب انا هوريكم انا مين. فانا هعمل للسباق الثاني، للسباق الثالث، يعني احنا سباقاتنا كانت على اكتر من يوم، فكل سباق بيدي له حافز اكتر للسباق اللي بعده والسباق اللي بعده وهكذا. ما شاء الله. طيب ايه اللي عندنا؟ يعني ايه اللي جاي بقى بالنسبه للنشاط الاولمبيات الخاص؟ يعني انت بالنسبه لك على مستوى الدرجات، هل بطوله الجمهوريه هتحافظوا عليها؟ هل هتعملوا اكتر من بطوله الجمهوريه؟ ممكن زون او يعني مناطق لو الهيئات كترت؟ يعني ايه النشاطات اللي جايه لك كمدير فني هتبتدي تتابع من خلالها؟ احنا بالنسبه للفتره الجايه هتبقى موسم بدايه الموسم من جديد للبطوله الشتويه او الصيفيه اللي بعدها، فهنبدا نشوف، هندرس تاني حاله المناطق، لو احنا الاعداد في المناطق والانديه ابتدت تسمح ان احنا نفصل بطولات مناطق، حتى لو مناطق مجمعه، شرط منطقه ثلاث اربع مناطق ممكن الشرقيه والقاهره والجيزه مثلا، حسب القاعده اللي عندنا جوه الاتحاد، ودي الاحصائيه بتاعتها موجوده مع لجنه الاتحاد ما شاء الله. فنبدا نعمل مناطق تاهلنا للجمهوريه، تبقى هي العرس النهائي بتاعنا بعد بطولات المناطق اللي هنعملها ان شاء الله. طب دكتور يمكن يعني انتوا عاملين ريكورد طبعا من خلال رحلتكم ومن خلال طبعا نشاطكم على مدار السنين، يعني بتعملوا بتهتموا بلعبه ازاي؟ يعني النهارده انا بتكلم عن الدرجات، تمام، وحضرتك بتقول انت شاركت في 15 لعبه، تمام، هل انت ما عندكش اتحادات، تمام، انت اورجنايزيشن واحده او منظمه واحده هي اللي بتتابع ال 15 لعبه وبتتوسع، حضرتك قلت لي هتتوسع في لعبات اخرى ان شاء الله، بتديروا ده ازاي؟ هل بتجيب حد مسؤول عن كل لعبه ولا كله في الاخر بيجي تحت اشراف سيادتك؟ خالص احنا بننسب الرياضه للمسؤول الفني بتاعها. ممتاز. احنا بينعكس دورنا ناحيه تنظيميه وناحيه اداريه. يعني احنا كعاملين في الاولمبياد الخاص عندنا مجموعه من الخبرات الرياضيه، انما
انا لست متخصص في رياضه الدرجات، لست متخصص في رياضه كره السله ولا كره اليد، انما العكس تماما. انا بروح النهارده زي كابتن بهاء راجل يشار اليه بالبنان في مجال الدرجات، بجيبه النهارده بقعد معاه، بديله الصلاحيات كامله، بديله الصلاحيات كامله، بقعد اشتغل معاه. يعني هو دلوقتي كابتن بهاء ذكر كلامه، قال 8 سنوات او من 10 سنوات بيشتغل معانا كمتطوع، وبعد كده الحمد لله رب العالمين بقى جزء من المنظومه، حصل نقله ان هو النهارده بقى هو المسؤول عن رياضه الدراجات وهو المدير الفني لرياضه الدراجات. نفس الامر بينعكس على كافه المسابقات وكافه الرياضات الاخرى، حد مسؤول فني موثوق فيه قادر على ان هو يتفهم الفرق ما بين الرياضه الاولمبيه ورياضه الاولمبيات الخاص بشكل كويس، ويقدر ان هو ينفذها ويقدر ان هو يتفاعل معاها، ويقدر كمان ان هو يبني تحتي مدربين، يقدر يبني تحتي كوادر تقدر تتوسع وتبدا تشتغل. يعني النهارده لو بنتكلم على الثمان سنين اللي الكابتن بهاء بيتكلم عليهم، النهارده احنا وصلنا ل 110 او 115 حد بيركب دراجات. احنا اول ايفنت اذكر كان معانا 18 او 17 واحد بيركب دراجه، النهارده احنا 100 وشويه في خلال 8 سنين. فلو استمرينا على نفس المنحه هنوصل ان احنا نعمل زون او بطولات مناطق، وبعد كده نبدا نتطور. يمكن ده النهارده احنا عملناه في رياضه السباحه، عملنا بطوله لمنطقه القاهره، عملنا بطوله لمنطقه اسكندريه، عملنا بطوله لمنطقه الجيزه، وبعد كده عملنا بطوله برافو. الجمهوريه برافو. فابتدت الاكسباند تتوسع، بالظبط تتوسع من تحت، وان شاء الله طامحين يعني ان كل ده يتحقق فيه مختلف الرياضات اللي بيشرف عليها الاولمبياد الخاصه. طب دكتور يعني يمكن قبل ما اطلع الفاصل، يعني يتبقى لي دقيقتين ولا حاجه على الفاصل اللي جاي، بس خليني اسالك عن الدعم والبادجت. انت بتقعد النهارده بتحط بادجت طبعا، بتقول والله انا عشان من هنا للسنتين اللي جايين، ده طبيعي خلاص. الدوله طبعًا. المصريه او المسؤولين عن الرياضه دلوقتي ما بقاش الفكر القديم، بقى انا بحط بادجت وعندي ادواتي وعندي البلان بتاعتي. النهارده البادجت دي بتبقى هل هي مناصفه ما بين وزاره الشباب والرياضه، ولا هي وزاره التضامن، ولا هل وزاره التضامن هي صاحب النصيب الاكبر؟ يعني كلمنا عن التمويل ليك. التمويل بيتعلق بالنسبه لي، خليني اتكلم على بطوله المانيا الاخيره. التمويل بالنسبه لي كان رقم واحد وزاره التضامن الاجتماعي، ادتني دعم مالي كبير جدا. رقم اثنين كان عندي احد الشركات العامله في مجال الاتصالات، ادتني طبعا رقم كويس جدا. احد البنوك الكبيره في جمهوريه مصر العربيه المتوسعه اللي يشار اليها بالبنان، واللي الحمد لله يعني احنا حظينا بالرعايه بتاعتها. رقم ثلاثه شركه للادوات الطبيه والرعايه الطبيه، الحمد لله هم دول كانوا النصيب الكبير اللي كان ليهم الفضل وكان ليهم الدعم ان احنا قدرنا نشترك بال 109 في الالعاب العالميه بتاعه المانيا اللي فاتت. اكيد بنحيي وزاره التضامن وبنحيي شركائكم، مش هقول السبونسرز، لان هو النهارده اللي بيدعمك ده او اللي واقف جنبك ده مش سبونسر خلاص، النهارده بيقدم رساله كبيره جدا طبعًا. للدوله المصريه ورساله لابنائنا، ومؤمن بفكره ومؤمن بعقيده معينه، فده بقى شريك خلاص. فاكيد بنوجه الشكر بدون ذكر اسامي، بنوجه لهم الشكر طبعًا. وبنوجه الشكر ليهم من هنا يعني الاخر مصر طبعًا. لانه بيقوموا بدور كبير ومنتظرين منكم الكثير. خلينا نقول يا دكتور انه الموضوع هنا موضوع يعني اجتماعي ورياضي بشكل غريب متناهي عجيب، يعني بصراحه حاله مختلفه، حاجه مختلفه، بالعكس محتاجه الدعم ومحتاجه المسانده عشان ندمج هؤلاء الابطال في المجتمع المصري. استاذن حضراتكم لازم نطلع لفاصل. اكيد بشكرك يا كابتن. شكرا، ربنا يخليك، نورتني وشرفتني. يعني بعد الفاصل حضرتك هنستقبل حسام شعبان نجمنا او نجمك اللي حقق لك او حقق لمصر المديري. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هينضم لينا حسام شعبان احد الابطال بقى، نشوفهم ونشوف ازاي بيفكروا وازاي هم فخورين بانجازهم، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا خليني اقدم لكم بطل من ابطال مصر البارالمبيين او اصحاب الاولمبيات الخاصه، واللي راح شارك في طبعا دوره الالعاب العالميه وحقق فضه في الدراجات في انهي سبق، في 5 كيلو في السبق، وهو بيلعب في نادي الصفا اللي في الهرم، ومن خلاله قدر يشترك في منتخب مصر ومنه ذهب للعالميه. نجم بطل، هو طبعا اهلاوي وجاي النهارده البرنامج، وكان جايب علم النادي الاهلي معايا، البطل حسام شعبان. اهلا بيك يا حسام. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. نور حضرتك. قول لي بقى، انت النهارده جاي معاك العلم وجاي قناه النادي الاهلي، كنت مبسوط؟ مبسوط وفخور جدا ان انا يعني هطلع وحضرتك يعني هطلع معاك على الهواء طب لو قلت لك ان انا اللي ليا الشرف ان انا طالع معاك هتصدقني ان انا اللي ليا الشرف اطلع معاك؟
احب حضرتك جدا. حبيبي انت موجود ومنورني ومنورني يا حبيبي حضرتك. ومش هتبقى اول مره، لا ده احنا نبقى يعني هتبقى ضيفنا المستمر ان شاء الله. اكيد يعني. ان شاء الله. طيب أكيد. انت بتشوف ماتشات الكوره؟ ماليش فيها، بس انا ليا في يعني مش يعني حضرتك، انا يعني بحب الرياضه اللي هي مثلا زي الطرقات، كاراتيه، رفع اثقال، جيم. بتتفرج عليهم؟ بلعب. بتلعبهم كمان؟ ما شاء الله. الله ما شاء الله حسام، برافو عليك. طيب قول لي يا حسام، انت بتلعب في نادي الصفا في الهرم. تمام. طب بدات الدرجات ازاي فاكر؟ كان يعني اللي دخلني فيها وخلاني اشارك فيها يعني الله يبارك له كابتن طارق النجار، مدير النشاط الرياضي فعلا. عندي، وهو اللي زقني فيها. حبيتها وحبيتها جدا، حبيتها لانها كان يعني كان طموحاتي في الدرجات دي من زمان كبير. انا من زمان وانا بلعب طرقات، يعني بلعب عجله لوحدي وبنزل امشي في الشارع، يعني بتمرن لوحدي، مش مشارك انا في مع حد. انا بس انت بتحب امشي لوحدي. طيب يعني وانت مسافر رايح المانيا مع الكباتن، كنت حاسس انت هتجيب ميداليه؟ حاسس ويعني قلبي كان يعني مشجعني جامد قوي فعلا. ان انا اروح يعني اروح واشارك وهكسب هكسب ويعني هكسب وهرفع راس مصر كلها، وطبعا ده شيء شرف جميل ليا. عايز اقول لك ان انت عملت كده، انت شرفتنا كلها وشرفت مصر كلها يا حسام. طيب قول لي يعني لما فزت بقى وانت راكب الدراجه وبصيت حواليك لقيت نفسك التاني ولقيت المدربين بيجروا عليك يحضنوك، كلمنا على اللحظه دي، فرحت، كنت سعيد ازاي؟ ايه اللي جه في دماغك اول حاجه بعد السبق؟ انا اول حاجه انا كنت بحلم ان انا يعني اجيب ميداليه عشان يعني ارفع بيها راس مصر. حبيبي. ارفع بيها راس مصر ايا كان بقى، ذهب، فضه، برونزيه، ايا كان، يعني انا كان هدفي ان انا يعني ايه ارفع راس مصر باي حاجه. يعني انا عمري ما بصيتش لبره خالص، ما حاولت مش ما يعني انا كان هدفي ومستقبلي هي مصر، ان انا يعني احب مصر جامد، اعمل مصر اي حاجه يعني تفرحها. يا حبيبي ده عايز اقول لك ان انت فرحت مصر فعلا ما شاء الله. وعايز اقول لك يعني انتمائك لبلدك ده كان سبب فوزك، انا رايي من ده. طب انت وانت ماشي وسط الاعلام الكتير يعني ما شاء الله، وانت اهو موجود على منصه التتويج ورفع ايدك، ربنا يكرمك يا رب حسام، يعني شفت اعلام كتير، شفت اعلام امريكا بقى والمانيا واعلام بقى اسبانيا وكده، كنت فخور ان انت لابس ترنج منتخب مصر. تمام. كنت رافع راسك وسعيد. كنت رافع راسي وراس بلدي كمان طبعا. كان يعني ده كان شيء يهمني. طيب قول لي انت بتحب ايه تاني غير الرياضه، ولا هي الرياضه واخده كل وقتك؟ هي الرياضه عامه هي اللي واخده كل وقتي. برافو عليك. يعني ده طموحاتي كلها، طموحاتي في الرياضه كلها ان هي واخده وقتي. طب نفسك تعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي الحمد لله بقيت تاني العالم، حاجه اسم بيتشاور عليك، هيبقى اي بطوله هتروحها هيبقى الناس مستنيه حسام يشوفوك. اكيد. نفسك تحقق ايه تاني؟ ايه اللي انت حققت حلم؟ ايه الحلم اللي بعد كده؟ يعني اللي هو زي عايز تاخد ميداليات تانية؟ اكيد. عايز تاخد ذهب؟ ذهب، فضه، هما اللي مش هتفرق معايا، بس اللي هيفرق معايا ان انا يعني اشيل مصر وارفعها. الله اكبر. طيب اشيل مصر وارفعها. طيب يعني انتماء غريب وانتماء حب بلد يعني لو توزع على ملايين ما شاء الله يعني يسعهم حب وانتماء لمصر، وده بتتقال يعني بنيه من القلب، مفيش اي رتوش على فكره، ما يعني مفيش رتوش. تبرر ده بايه؟ ليه فخور هو وليه حب وليه انتماء لمصر بالشكل ده؟ هو حسام من الشخصيات يعني المقاتله، الفايتر شويه، من الشخصيات كمان اللي تحب تركيزه وتحب كمان تتفرج عليه وهو بيعمل الحاجه. يعني الطبيعي بتاعه ان هو قاعد مثلا بياكل، فهو بياكل مركز. بيخلص الاكل بيقوم رايح يعمل حاجه، يلبس لبس التمرين، رايح يتمرن، انا جاهز، انا شنطتي معايا، انا رايح، انا جاي، حاجتي معايا، انا مش ناسي حاجه. من الشخصيات اللي هي اللي يعتمد عليها. الله اكبر. فما شاء الله كلها ما شاء الله عليه، يعتمد عليه. طب خليني اساله عن علاقته باسرته، يعني طبعا. ماما مثلا ماما بتيجي معاك كل، انت ليك اخوات الاول يا حسام؟ مالكش اخوات؟ انت الاخ الوحيد ما شاء الله وكفى.
انت واحد ب 100 واحد على فكره، 100 يعني طفل وراجل شاب، انت ما شاء الله 29 سنه ب 100 شاب، الله اكبر عليك، انت راجل رفعت اسم مصر عاليا. طيب ماما بتيجي معاك كل التمارين يعني 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 كلمني برضو، ماما كان ليها دور معاك؟ لا هي للاسف انا التمارين دي انا اللي بروحها لوحدي، اتعودت ان انا اروح اي يعني مثلا اعتمادي تماريني كلها بتبقى لوحدي دلوقتي، يعني ماما ما بتبقاش فاضيه خالص، اوقات كتير ما بتبقاش فاضيه، فانا بروح لوحدي انا ما, بقى ما, بقى ما بقى يعني ايه ما بقى يعني ما. طب انت انت ساكن بعيد عن النادي؟ يعني بين يعني بين النادي بتاع 2 كيلو. بتروحهم ازاي؟ بعجلتك. بعجلتك؟ بعجل. هي اي مشاويري اي حته دلوقتي بيجي لنا المكتب في المهندسين بالعجله، اي مشاوير من الهرم دلوقتي بروحها بالعجل، من الهرم بينتقل من الهرم في بيت، مش انت بيتك في الهرم؟ تمام. بيته في الهرم، بيجي لنا المهندسين بالعجله. يا خبر ابيض، اهو اهو انت لازم تسأل. تبقى مش ب... مش مش صح. اتعودت على يعني كل مدى بطول في الافعال. وانت بتصحى من النوم بنفسك اكيد دمج غير طبيعي، اصبح شخص منتج في المجتمع بشكل يعني انت بقيت مثل اعلى. هو اللي بيحرك مثل اعلى لينا، هو اللي بيحرك نفسه يعني بشكل. انا عايز اقول لك انه مثل اعلى ليا دلوقتي، ان حد حسام جه ومع العجله، قلت له ايه حسام جه ومع العجله، خرجت لقيت حسام موجود ومع العجله طالع بيها لغايه الدور الخامس. فعلا صح، فعلا كانت مشاوير يعني معظم مشاوير كلها يعني بتنزل من بيتك بعجلتك، تنزل بيها وتركب تروح النادي تتمرن وترجع بعجلتك، واخلص التمرين بتاعي سواء عندي تمرين او ثلاثه بخلصهم واروح على طول. ربنا يبارك لك يا ابني، ما شاء الله العظيم، والله بجد ربنا يبارك لك. انا عايز اقول لك ان بص يعني مفيش حد ممكن يعمل اللي انت بتعمله. طيب يعني في المعسكرات لما جه الدكتور عمل معسكر وبدات تروحوا معسكرات في مصر ويبقى معسكر مقفول، ما قلقتش ولا كنت فرحان؟ لا كنت فرحان، دي يعني دي حاجه شجعتني اكتر، وكنت فرحان اكتر ان انا يعني كل مدى في يعني بعمل حاجات احلى في تقدم أحسن في تقدم. تقدم لما رحت المعسكر مش قلقان ومش مش عايز ترجع البيت؟ حسيت ان انا يعني ان انا مش في معسكر، حسيت ان انا بره مصر، ما حسيتش ان انا في مصر، حسيت ان انا بره، يعني اتعودت ان انا ايه ابيت بره البيت، يعني تعودت ان انا احس ان له مشكله يعني كان الامر طبيعي، احس ان انا يعني حسيت ان انا مش لسه عيل صغير، لا انا يعني خلاص تعودت ان انا كبير، اتعامل بقى اروح هنا هنا هنا، ما يعني ما تعودتش ان انا اقول لك على حاجه. عصام انت فيك عزيمه وفيك اراده وصلابه وانتماء، لو مليون واحد تغطيهم وزياده يعني عايز اقول لك انا من اكتر الحلقات يا ابني اللي عملتها من هنا يعني عمري ما هنساها. طب خليني يعني اروح لحته تانية، انه النهارده الدور اللي انتوا بتقوموا بيه يعني انا شايف عينيك يعني فيها 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 لمعان. اه طبعا، لانه انت يعني انت اكتر واحد سعيد اللي بتسمعه ده النموذج، ده النموذج اللي احنا بنتحدث عنه، ممكن ده النموذج في فتره من الفترات اللي كنا بنحلم بيه ان احنا نحققه، ممكن ده النموذج اللي قريناه في الكتب نظري، انما الحمد لله رب العالمين ان هو يكون موجود وان هو يعيش تجربه وان انا اشوفها التجربه دي، انا باسم اعيش التجربه دي واشوفها بقى، يعني ربنا اراد لي الخير ان انا اكون ملازم او موجود معاه عشان اشوفها. النهارده هي التجربه دي موجوده على قناه الاهلي وبتتذاع للناس كلها، تجربه بطل من ابطال الاولمبياد الخاص بيستخدم العجله في حياته وبيتحرك في بلده ومش قلقان، بيتحرك بالعجله في كل حاجة للمهندسين بالعجلة. جزيره العرب بالعجله في وسط اليوم ومتحمل المشوار وعارف طريقه وعارف طريقه وسط يعني في وسط العربيات، طالع كوبري نازل كوبري داخل نفق طالع ما شاء الله، يعني مش هو ده نموذج، مش حاسس ان انا خايف من حاجه، يعني انا لو كوني ان انا ابقى ماشي كده في الشارع او في وسط العربيات خاصه دي كده مش مقلقاني، بالعكس دي يعني مفرحاني، يعني مبسوط ان انا كده ماشي في وسط الجمهور، ماشي في وسط الشعب المصري، وكل ان هو مش ينتقل واسرته مطمنه ان هو بينتقل ويروح ويجي ويرجع ورايح فين، وعارفين ان هو رايح فين ومطمنين لمرواحه ومطمنين للعوده بتاعته، ده نجاح على مستوى اخر، ده نجاح مستوى اخر. فكل دي رسائل كبيره قوي 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 بتحسس الواحد ان ايه يعني إيه الحمد لله ماشيين صح، في خطوه و2000 في خطوه الحمد لله كويسه قدرنا ان احنا نوصل لها، ونتمنى ان كل الخطوات تبقى زي النموذج الجميل اللي موجود معانا النهارده. دكتور كلمه اتفضل، عايز اسمعها منك، من راجل اكاديمي محب الوطن وبلده وراجل يعني بيفني حياته وقته كله لخدمه ولادنا واصحابنا من الهمم القويه زي حسام، كلمه لكل اسره عندها زي حسام
ومخبياه ومش عايز اطلعه لمصر. كلمه كده بس يعني، قول كلمه عبر شاشه قناه النادي الاهلي. والله اتمنى من كل الاسر ان هي تدرس حسام وحاله حسام والتطور والنموذج اللي وصل له حسام، ويشوفوا ابنهم كحسام، ويسيبوا ابنهم يشترك وابنهم يتمرن وابنهم يمارس وابنهم يظهر في المجتمع وابنهم يندمج من خلال الرياضه في المجتمع من خلال أنشطة الأولمبياد الخاص، ويبقى نموذج مشرف زي حسام. أكيد هنبقى في مكان تاني خالص أكيد. والمقر بتاعكم مفتوح؟ المقر بتاعنا مفتوح، المشاركات بتاعتنا مفتوحة. ممكن تقول لي العنوان تاني؟ 35 شارع جزيرة العرب في المهندسين. نتمنى أن كل اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية اللي حابين يمارسوا نشاط رياضي، اللي أولادهم عايزين يمارسوا نشاط رياضي، أقرب هيئة ليهم وممكن توصلهم بالهيئة، نوصلهم بأقرب هيئة أو أقرب في مكان. في موقع والفيسبوك عندنا، الفيسبوك عندكم موقع موجود والانستجرام وكل حاجة. الأولمبياد الخاص يدوروا على السوشيال ميديا ويلاقوا كونتاكت معاكم، يتفضلوا معانا وإحنا هنسهل لهم الأمر بتاع مشاركة النشاط الرياضي، لأن الأمر النهارده بقى في أماكن كتير جدا جدا جدا، وفي أجهزة فنية في أندية وفي مراكز شباب بتستقبل الأبطال وبتحاول إن هي تعمل منهم أبطال ونماذج مشرفة زي حسام. فليه لا نمد ايدينا لايدين بعض ونشترك سهل ونتعاون مع بعض عشان يبقى عندنا نماذج كتير مشرفه ان شاء الله رب العالمين. احييك يا دكتور. طب قول لي انت قبل الهوا قلت لي حسام ان انت بتحب الكابتن محمود الخطيب. اكيد وبحب الكابتن محمد صلاح، ويعني نفسي ابقى زي الكابتن محمد صلاح، ويعني ليا الشرف ان انا يعني اقابل الكابتن محمود الخطيب وابقى معاه في كل حاجه كده عشان نبقى احنا الاثنين يعني حبيبي. انا عايز اقول لك، طب اقول لك على حاجه بتصدقني؟ اكيد انت طب اقوى واحسن وعملت انجاز كبير لا يقل عن اللي عمله محمد صلاح. ايه رايك بقى في الكلمه دي؟ انا بقول لك بامانه انت تاني عالم ما شاء الله النهارده يعني. ما شاء الله انت تاني يعني العالم. محمد صلاح بقى من احسن لعيبه في العالم، فانت طبعاً عملت انجاز لا يقل. عايزين يعني نبقى زي محمد صلاح كده، يعني زي ما هو بيرفع اسم مصر وراس مصر احنا نبقى زيه. طب انت لو جات لك يعني فرصه كده تحضر ماتش مع محمد صلاح ولا تقابل محمد صلاح؟ ليه الشرف؟ تحب تبقى تجي لك فرصه زي كده؟ ليه الشرف يا سيدي؟ طيب يمكن محمد صلاح في يوم من الايام يشوفك. يا رب يبقى كمان يبقى اخ ليا كمان. طبعا ده يشرفنا كلنا. كابتن محمود الخطيب يبقى والدي اكيد يعني. ده اللي انا اتشرف بيه. اتشرف بيه. انت النهارده موجود معانا في قناه النادي الاهلي، انت بطل اكيد طبعا. حاجه كل الاسامي الكبيره دي اللي حضرتك شايفها اكيد بيتشرفوا بيك، سواء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهو تاريخ كبير وقامه واسطوره، محمد صلاح نجمنا، كل اللعيبه. انا على مستوى الشخصي يا سيدي، وانا يعني اقل واحد في المنظومه دي كلها، ولكن انا فخور جدا بيك بصراحه، وانا مبسوط ان انا طلعت مع حضرتك على الهواء والاستوديو، وليا الشرف كده ان انا يعني ايه خلاص بقى انا كده يعني هخرج من عند حضرتك كده فرحان وسعيد ان انا كنت معاك على الهواء وفي الاستوديو. عايز اقول لك اعتبر البرنامج ده برنامجك. ايوه انا نفسي عايز تبقى متواجد انت وزمايلك اللعيبه، اعرف ان انت مكانك موجود. يا ريت. انا هفضي لك الدنيا يا باشا كلها. انا كل برنامج اسمه الابطال كمان كل اللي انا يعني نفسي اتشرف بيه يعني انت يا حسام برنامج اسمه الابطال يعني انت يعني انت انا مش انت البطل. انا المذيع مش انت البطل يا حسام. البطل انت، وطبعا الدكتور مع احد الابطال برضه. لا خالص والله، اشتغل في الموضوع ده خالص طبعا، وشغال فيه وبيدي له وقت ومجهود. الابطال انت بطل النهارده، مصر بتكرمك كلها، واحنا كقناه النادي الاهلي بنكرمك فرحانين بيك جدا. احب اوجه تحيه للسيد وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتوره نيفين القباج والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، احب اوجه لهم كل الشكر والتحيه ودعمهم لينا ان هم يعني وقفوا معانا وساندونا يعني. احب اوجه لهم تحيه وكل شكرا، كل التحيه والشكر ليهم كلهم. عارف اكبر شكر عملته لمصر كلها ايه؟ المدينه اللي انت جبتها. طبعا والله اكبر شكر، واكيد طبعا كلهم كل طبعا يعني فخامه الرئيس والوزيره نيفين ومعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي كلهم فخورين بالمدينه بتاعتك. الدكتور الوزير برضو او احب اوجه تعازي ليه الدكتور هاني محمود بقاء لله في الحفيده قفا حفيدته برضو، احب يعني اوجه له كل يعني تعازينا ليه برضو. حبيبي حسام طبعا شعبان نجم مصر في الدرجات والولايات الخاصه، نورتيني وشرفتيني، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتور. طبعا باسم تهامي مدير تنفيذي الولايات الخاصه، وطبعا رئيس بعثه مصر في الالعاب العالميه السابقه،
اشكرك، نورتني حضرتك، شرف لينا، ومتشكرين على الحلقه والحاله الجميله دي والله، متشكرين جدا جدا لحضرتك فعلا. شكرا لحضرتك، شكرا من القلب. اعزائي المشاهدين، نتمنى النهارده نكون يعني وضحنا للساده المشاهدين حجم الجهد المبذول. كل اسره عندها بطل من ابطالنا توجهي لاقرب مركز من المراكز الكثيرة على مستوى الجمهورية، اشركي والأسرة تشرك وتدمج هذا البطل في يوم من الأيام، ممكن يكون قاعد مكان حسام وقادر على كده إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة مع لقاء.